صوت؟ تمام يا دكتور محمد، طيب تمام. ان شاء الله النهارده هنكمل اللي وقفنا عنده امبارح. احنا كنا اتكلمنا امبارح عن السوتشر ستيتشز، اتكلمنا فيها على كذا جزء. اتكلمنا على الانترودكشن، اتكلمنا على السيرجيكال انسترومنتس، واتكلمنا عن السوتشرنج ماتيريالز، اتكلمنا على البري سوتشرنج تكنيكس، واخيرا ختمنا بالسوتشر كودنج اتكلمنا عنها. لو النهارده حبينا ان احنا نعمل ريفريش كده سريع على السوتشر كودنج اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، احنا قلنا ان السوتشر كودنج هو جايد لاينز احنا بنتخيلها. يعني احنا مش لما هيجي عندنا بيشنت او عندنا حاله شغالينها، مش هنقعد نحط البوينتس اللي احنا هنشتغل عليها. هي مجرد بوينتس تخيليه احنا بنتخيلها، بحيث ان احنا نقدر نبقى فاهمين السوتشر باترنز دي بتتعمل ازاي. انا بتخيلها في دماغي وببتدي اطبقها قدامي على الحاله اللي انا شغال عليها. وجينا اتكلمنا ان احنا بنقسم السوتشر كودنج لرموز وارقام. الرموز استخدمنا رموز الفابيتيكال، الاي والبي والسي والدي لحد الاتش، والارقام قلنا من 1 ل 8. وفي طبعا رموز تانية احنا اتكلمنا عنها زي الزيرو مثلا. لما جينا اتكلمنا على الزيرو سيمبل، الزيرو بيريفير للنوت تاي، العقد اللي احنا بنعقدها. والسلاش برضو اتكلمنا عنه، ان السلاش ده اللوك. واتكلمنا على كذا رول كده، اتكلمنا ان احنا لازم لما نيجي نستارت لازم نستارت يا اما بواحد يا اما بايه. اللي بعد الواحد او الايه انا بقى يعني على حسب الستيتشز اللي احنا اتكلمنا عليها. وشفنا كذا اكزامبل كده للستيتشز اللي السيكونسز بتاعتها بتبقى عامله ازاي. واتكلمنا برضو على ان لو هنبتدي من الاب هاند، من السكين هيبقى الوان والايه من غير اي علامات، ولو هنبتدي اندرلاينج السكين هتبقى 1 داش واي داش. تمام. طيب اتكلمنا برضو على الـ الاقواس، القوسين لو من غير سكوير هيبقى انتربتد، ولو بسكوير هيبقى كونتينوس. وحتى كنا اتكلمنا برضو امبارح كان في نيجوشيشن، اتكلمنا في موضوع ان طب انا ببتدي لو انتربتد سوتشر فانا ببتدي الاول بالارقام وبنهي بالزيرو، ولو كونتينوس انا لازم ابتدي بالزيرو، فبالتالي انا مش محتاج احط السكوير على القوس او احطها او ما احطهاش. فالنهارده انا بس حبيت اجيب لكم اكزامبل كده هناخده ان شاء الله في اخر السوتشر باترنز اللي احنا هنعرضها، بيبين ان في ممكن يبقى قدامي غرزه كونتينوس وفي نفس الوقت مش هبتدي بالنوت تايب. يعني مش هبتدي ان انا اعمل العقد الاولانيه قبل ما ابتديها، لا انا هشتغل وبعد كده العقد هتبقى موجوده في ترتيب معين، وهتمشي الستيتش سيكونس بتاعها هيمشي عادي. فبالتالي ما كانش مقياس ان انا لو بصيت على الزيرو سواء في الاول او في الاخر ده يديني انديكيشن السوتشر دي انتربتد ولا كونتينوس. وهنعرضها، انا بس حبيت انوه عنها عشان يعني ما انساهاش. طيب اتكلمنا برضو على لو حبيت ان انا بشتغل الستيتش، لو انا شغال مثلا في السكين فانا ممكن بشتغل في يا اما في السيرفس لاير في الابيديرمس، يا اما ممكن اشتغل في السب لاير سواء الديرمس او الهايبوديرمس. وبالتالي انا لو هشتغل في لاير في السكين فانا محتاج ان انا اعرف انهي لاير انا هشتغل، والسيكونس اللي انا هعمله هيبقى شكله عامل ازاي. طيب برضو اتكلمنا على ان انا لو شغال في الجات سيرفيس او حتى في السكين، ممكن وانا شغال باخد طبقات معايا، هل انا باخد طبقه واحده ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه. فبالتالي انا لما باجي اشتغل السيكونس او بشتغل الغرزه وانا شغال الغرزه باخد كام طبقه. ده الرول اللي اتكلمنا عنه كان رقم 7. وطبعا اللوك اتكلمنا عنها، ده بس كده ريفريش سريع للسوتشر كودنج اللي احنا اتكلمنا عليه. وعرضنا طبعا السيمبل انتربتد، الكودنج بتاعي بيتعمل ازاي، ان احنا بنمشي من واحد بعد كده اتنين وبعد كده نعمل العقده بتاعتنا. يبقى الكودنج بتاع السيمبل انتربتد ان انا هفتح قوسين والقوسين هيبقوا انتربتد، فبالتالي مش هحط سكوير وهيبقى 1 2 0. يبقى انا لو بصيت لقيت الكود قدامي 1 2 0 انا اوتوماتيك عارف ان الكود ده هيبقى سيمبل انتربتد سوتشر. طب لو انا مش عارف الغرزه دي اسمها ايه، انا ممكن يبقى عندي قدامي كود مجرد كود بس موجود وانا مش عارف اسم الغرزه ايه، فانا ممكن من خلال الكود ده اقدر ان انا امشي على السيكونس اكوردنج تو الستاندرد اللي احنا اتكلمنا عنه، وبالتالي انا هلاقي نفسي اوريدي عملت الغرزه حتى لو انا مش عارف اسمها. فدي برضو نقطه مهمه.
جينا اتكلمنا على الكونتينوس سوتشر باترن. طبعا في الكونتينوس احنا بنعمل اول عقده اللي هي العقده المبدئيه اللي هي اللي في الاول، بعد كده نبتدي بقى نمشي السيكونس بتاعنا 1 2 3 4 لحد طبعا ما بنخلص طول الووند كله. وفي الاخر طبعا بعد كل غرزه بعمل العقده النهائيه، وطبعا الغرزه الكونتينوس بتاخد السكوير 4. وجينا اتكلمنا على الكروشيت برضو، دي كانت الاكزامبلز اللي احنا طرحناها. السكوير سوري الكروشيت لما نيجي نعملها بنعمل ايه؟ بندخل اول حاجه رقم 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده بعمل العقده. فبالتالي الكروشيت سوتشر باترن هتبقى 1 2 3 4 وهنحط في الاخر الزيرو. ولو جينا لاحظنا في الكروشيت هنبص ان احنا عندنا الكروشيت سوتشر، لو جينا بصينا على السيكونس بتاعها هنلاقيه 1 2 3 4 0، ولو بصينا على الكونتينو سيمبل كونتينوس هنلاقيها 0 1 2 3 4، بس الفرق اللي ما بينهم هم الاثنين السكوير. واتكلمنا برضو على موضوع ان انا ممكن في تغيير سيكونس، يعني لو غيرت رقم ما بين رقم والتاني يديني ستيتش مختلفه تماما. وجينا حتى كنا بنقارن نفس الغرزه الكروشيت سوتشر بالهوريزونتال ماتريز، ان احنا في الهوريزونتال ماتريز هنخش من 1 ل 2، بس مش هنخش في 3 زي الكروشيت، هنخش في 4 وبعد كده هنرجع ل3 وبعد كده هنعمل العقده. فبالتالي تغيير بس في ترتيب الـ الارقام ما بين الغرزتين غير لي شكل الغرزه تماما، وغير لي الصفات والخصائص اللي الغرزه بتعملها. يعني احنا عندنا قلنا ان الكروشيت ستيتشر باترن لما بنيجي نشتغلها بنشتغلها بتعمل ابوزيشنال في السيرفيس بتاع الووند، على عكس الهوريزونتال لو جينا اشتغلناها وزودنا التنشن هتعمل لي ايفرتنج. فبالتالي انا غيرت في شكل الغرزه وغيرت في الخواص اللي الغرزه بتقدمها لي بمجرد بس تغيير في ترتيب رقمين ورا بعض. تمام. وانا كنت بعت امبارح برضو البيبر اللي اتنشرت كانت كامله، ممكن الناس اللي قرت فيها هتلاقي الكلام ده اوريدي موجود. يعني احنا في البيبر كنا بنقارن الغرز ما بينها وما بين بعضها من خلال السيكونس بتاعها، ان ازاي انا عندي 1 2 3 4 لما غيرت الثلاثة حطيت أربعة قبل الثلاثة غيرت لي الغرزة الخاص بتاعتها. وكان في كذا اكزامبل مش بس الكروشيت. طيب هنبتدي بقى النهارده الجزء اللي احنا وقفنا عنده هو جزء السيرجيكال سوتشر باترنز. هناخد بقى الغرز كلها كده يعني الموست كومن، عشان طبعا احنا عارفين الغرز، يعني انا اتكلمت معاكم قبل كده التكنيكس مختلفه تماما، يعني في حاجات كتير جدا موجوده. ممكن الهوريزونتال دي بيطلع منها مثلا حوالي 6 تفريعات مختلفة تماما، ومش اكيد مش بنفس الاسم بس بتشترك في الهوريزونتال ماتريز، بس بيختلف بقى يعني انفيرتنج هوريزونتال ماتريز، ايفيرتنج هوريزونتال ماتريز، كونتينوس وانتربتد، حاجات كتير جدا. احنا بس خدنا حبينا ناخد الموست كومون سوتشر باترنز اللي احنا طبعا كلنا بنستخدمها، وهي اوريدي السوتشر باترنز اللي احنا درسناها في الكلية كلها ان شاء الله هنقولها، هي دي اللي احنا ابتدينا ان احنا نشتغل عليها. طيب هنيجي نبتدي في اول سوتشر باترن عندنا، هي طبعا اول حاجه السيمبل انتربتد سوتشر باترن. طيب السيمبل انتربتد لو جينا اتكلمنا عليها امبارح احنا قلنا السيمبل انتربت انا بخش من 1 بعد كده بطلع على 2 وبعد كده بروح عامل النوت تايب بتاعتي بتطلع لي السيمبل انتربتد سوتشر. واتكلمنا على مميزاتها واتكلمنا على المشاكل اللي ممكن تقدمها، بس برضو انا حابب اتكلم في السيمبل انتربتد سوتشر باترن. طبعا هي الموست سيمبلي وكل الناس بتستخدمها، يعني هي مهمه جدا. طيب يبقى كده الكود بتاع السيمبل انتربتد هو 1 2 0، دي اتكلمنا عليها امبارح. طيب لو جينا اتكلمنا على السيمبل كونتينوس، السيمبل كونتينوس احنا هنبتدي ازاي؟ هنبتدي ان احنا هنعمل اول حاجه نوت تايب زي ما احنا شايفين هنا. لو جينا بصينا على الجراف اللي احنا عاملينه هنا ده، احنا هنبص هنا كده هنلاقي ان احنا بنبتدي الاول الستيتش الاولانيه اللي هي المبدئيه، وبعد كده بنبتدي السيكونس بتاعنا. بنخش من 1 بعد كده نطلع في 2 بعد كده 3 4 5 6 ونفضل مكملين لحد ما نخلص الجرح بتاعنا كله، وفي الاخر بنعمل النوت تاي بتاعتنا. يبقى كده احنا عندنا السيمبل كونتينوس الكود بتاعها 0 1 2 3 4 سكوير. طيب احنا هنكمل بعد كده، بس انا حابب لو في حد عنده مشكله في اللي فات او في حد عنده استفسار مهم في اللي اتكلمنا فيه قبل كده ممكن يسالني قبل ما نكمل في الجزء اللي جاي. فلو في حد ممكن يرفع ايده، لو في حد عنده استفسار دكاتره يعمل بس ريز هاند هنفتح له المايك. اتفضلوا. طيب كويس. طيب هنكمل الكروشيت برضو اتكلمنا عنها امبارح،
احنا الكول شيت بتعمل ازاي. عندنا 1 2 3 4 بعد كده بنعمل الزيرو بنعمل النوت تايب بتاعتنا فبتطلع الكول شيت. فبالتالي يبقى الكودنج بتاعنا في الكول شيت سوتشر باترن ان احنا هنفتح قوس من غير سكوير لان دي انتربتد سوتشر وهنكتب 1 2 3 4 0. طيب اللي جاي بقى الهوريزونتال ماتريز. الهوريزونتال ماتريز احنا قدامنا اهي الستيتش تمام. في نوعين من الهوريزونتال ماتريز، عندنا في انتربتد هوريزونتال ماتريز وعندنا كونتينوس هوريزونتال ماتريز. طيب مين يحب بقى يعني احنا كل غرزه كده يعني هيطلع حد يقول لنا كده السيكونس بتاعها بناء على الصوره اللي احنا كاتبينها، يعني احنا حاطين عليها الارقام بس طبعا هي الارقام دي ثابته يعني كده كده هيبقى هنا 1 2 3 4 بس الاتجاه بتاعها هيبقى ماشي ازاي؟ يعني مين يحب يشاركنا في الهوريزونتال ماتريز؟ دكتور انس اتفضل. دكتور انس هو مش دكتور انس هو دكتوره منال، بس يعني الموبايل الاكونت اللي فاضي يعني معلش. مفيش مشكله يا دكتور مفيش مشكله. هوريزونتال دي هتبقى من 1 تمام نفتح قوس اول 1 2 4 3 وبعدين هقفل زيرو بقى واقفل كده حضرتك قولي تاني 1 2 4 3 0 بالظبط ودي كده انتربتد بالظبط كده. يبقى كده الهوريزونتال انتربتد سوتشر انا هخش من 1 2 بعد كده 4 3 0. طيب احنا بعد كده في الادفانسد بقى ليفل انا دلوقتي هيبقى عندي الـ الكود بس، يعني انا بعد كده هيبقى قدامي رمز كده قدامي انا المفروض لما ابص له ابقى عارف ده انا هخش من 1 هطلع من 2 بعد كده 4 3 0 يبقى انا كده دي الهوريزونتال ماتريز تمام. يعني هي الفكره كلها موضوع ان انت جوه دماغك انت بتبتدي تحط الجايد لاينز بتاعتك وبتبتدي انت تمشي عليها، عشان كده انت بعد كده بتبتدي ان انت تطبق اي كود او اي غرزه انت تقدر تعمل لها الكودنج بتاعها. طيب لو جينا اتكلمنا بقى على الكونتينوس سوتشر باترن في الهوريزونتال ماتريز يا ترى ممكن يبقى شكله عامل ازاي؟ مين هيشارك معانا؟ ايوه دكتور ايمان اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متهيالي ان هنا هيبقى الترتيب 0 1 2 4 3 5 6 بعد 6 هيبقى فيه 8 7 هتمشي كده. طبعا هنعمل الاقواس وطبعا في قوسين وفي سكوير بالظبط كده. يبقى احنا لو جينا بصينا على الهوريزونتال ماتريز الكونتينوس هنبتدي بزيرو وبعد كده 1 2 4 3 5. طيب لو هنكمل بعد الخمسه هيبقى 6 8 وهكذا، هفضل ماشي بقى لحد ما نوصل لحد اخر الووند في الغرزه. طبعا كل ده سكوير لان دي كونتينوس سوتشر باترن. احنا زي ما بنقول احنا بنبتدي يعني لما نيجي نحط الكود احنا ممكن نحط الارقام دي كلها، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نشوف ايه اقرب حاجه للكودنج ده. فانا 1 2 4 3 5 وبعد كده هرجع 6 لان اوريدي انا لو في 1 يعني الخمسه دي لو جينا بصينا بعديها فوقيها برقمين هنلاقي ان فوقيها 1. طب 1 هيروح فين؟ هيروح 2. يبقى انا الخمسه هتروح 6 وبعد كده الاثنين راحت فين؟ راحت 4. يبقى كده السته هتروح 8. فانا بدل ما اكتب 0 1 2 4 3 5 6 8 لا احنا خلاص كتبنا بالظبط كده الجايد لاينز او زي ما بيقولوا كده ايه هي الكود حطك على اول الطريق وانت بعد كده بتكمل تمام. يبقى احنا كده الهوريزونتال ماتريز عندنا الكونتينوس 0 1 2 4 3 5 تمام. طيب هناخد غرزه كمان الفيرتيكال ماتريز. الفيرتيكال ماتريز الدكتور امبارح كان اتكلم في الفيرتيكال ماتريز وقلنا الكودنج بتاعها يعني احنا هنكررها تاني، فدي احنا مش هناخد حد فيها، دي هنتكلم فيها على طول. الفيرتيكال ماتريز بنبتدي ازاي؟ بنخش من A بعد كده B بعد كده 2 1 0. وبما ان الفيرتيكال ماتريز هتبقى انتربتد سوتشر فبالتالي هتبقى ما بين قوسين من غير سكوير. طيب
والفيرتيكال ماتريس دي انا عايزكم تركزوا فيها يعني كويس، لان الفيرتيكال ماتريس هنتكلم قدام على في ستيتشز ثانيه، الفار فار نير نير والنير فار فار نير والفار نير نير فار، في كذا ستيتش كده هنتكلم عليها قدام، وهنشوف الفرق ما بين الفيرتيكال ماتريس والفار فار نير نير. تمام، فاحنا كده الفيرتيكال ماتريس لو جينا بصينا على الكودينج بتاعها هنلاقيها A B 2 1 0. تمام يا شباب. طيب هناخد طبعا لو جينا بصينا هنا في الجنب دي شكل الستيتش بعد ما بتتخيط، يعني احنا هنا بنشرح، يعني لو رجعنا مثلا ورا كمان هنلاقي ان احنا عندنا هنا الهوريزونتال ماتريز، دي شكل الهوريزونتال ماتريز على الناتشرال سكين، على جلد فعلا موجود اتخيطناه بنفس التكنيك ده. لو جينا بصينا مثلا على الانتربتد كروشيت مثلا هنلاقيها برضو نفس الشكل ده، الكونتينوس سيمبل كونتينوس بتبقى على الجلد بتدين نفس الشكل ده وهكذا. تمام، طيب احنا اتكلمنا على الفيرتيكال، بعد كده هنتكلم على الفورد انترلوك. وهنا احنا قلنا في اللوكينج احنا بندي الرمز اللي هو السلاش، فبالتالي انا لو هنا هعمل كودنج للفورد انترلوك مين يشاركنا بقى في الكودنج بتاع الفورد انترلوك؟ مين يا شباب؟ ايوه دكتور محمود، اتفضل دكتور محمود. هتبقى 0 1 2 سلاش 3 4 سلاش بالظبط 5 6 سلاش كده كل سكوير بالظبط يا دكتور. الله ينور. هتبقى بالظبط كده 0 وبعد كده 1 2 سلاش 3 4 سلاش، وطبعا هنكمل على نفس السيكونس والكودنج بياخد سكوير. تمام، دي الفورد انترلوك. وفي على فكره مش بس الفورد انترلوك هي اللي فيها اللوك ستراكشر، لا في غرز كتير جدا فيها اللوكينج ستراكشر، بس احنا يمكن ما بنستخدمهاش كتير لان برضو الابلكيشن لللوك مش سهل. يعني احنا حتى لما كنا بنيجي نشتغل براكتيكال وكنا بنوري للطلبه الفورد انترلوكينج عشان تطبقها، صعب جدا تطبقها من اول مره لو انت مش عارفها، بيبقى لها تكنيك كده ان انا اللوك دي هعملها ازاي، يعني الثريد اللي انا بستخدمه ده ازاي ان انا هجيبه بطريقه معينه وهعدي النيدل بطريقه معينه عشان وهي نازله تعمل لي اللوكينج ستراكشر اللي احنا شايفينه ده. فطبعا الجزء البراكتيكال بيبقى مهم جدا ان انت تشتغل طبعا بايدك وتجرب مره واتنين، هتلاقي بعد كده الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل جدا. طيب دي بالنسبه للفورد انترلوكينج. في حد عايز يسال على حاجه؟ في حد حابب يسال على حاجه؟ في حاجه شيماء، انا دكتور شيماء اتفضلي. دكتور معلش بس عشان النت فصل مني، عايزه تاني على السريع الكود بتاع الهوريزونتال ماتريس والفيرتيكال ماتريس. طيب مفيش مشكله على السريع، انا اسفه بس عشان النت فصل ساعتها. مفيش مشكله، احنا كده كده في البراكتيكال هنعيدهم، بس ماشي مفيش مشكله، هنتكلم عليهم بسرعه. لو جينا اتكلمنا على الهوريزونتال ماتريس، احنا عندنا الهوريزونتال ماتريس الدكاتره معانا اتكلموا ان لو احنا هنقولها انتربتد سوتشر هي هوريزونتال. حتى يعني لو جينا بصينا كده، انا بصراحه زمان كنت بتلخبط ما بين الهوريزونتال والفيرتيكال ماتريس، يعني بصراحه يعني ايه الفرق ما بين الاثنين، ما كنتش بقدر ان انا انديكيت ليه. بس لما جيت قعدت بصيت كده شويه، الهوريزونتال ماتريس هي الهوريزونتال اولها اتش، فلو جيت بصيت انا هنا هلاقي ان فعلا الستيتش بتدي شكل حرف الاتش. يعني حتى هنا لو جينا بصينا كده على الـ على الـ على جرح متخيط بهوريزونتال ماتريز هلاقي ان هو فعلا الخطين بتوع الاتش هنا، والثريد اللي هو الاندرلاينج اللي انا مش شايفه بيعمل فعلا حرف الاتش. فبالتالي انا خلاص كده انا بمجرد بشوف الشكل ده، دي على شكل حرف اتش يبقى دي هوريزونتال ماتريز. تمام، طيب الانتربت دي بقى احنا بنعمل هي ستيتش واحده وبنعقدها وبعد كده بنكمل بعديها على نفس الكلام ده، بس بتبقى منفصله، فبالتالي هي انتربتد، فهتبقى 1 2 4 3 0. وجينا قلنا برده هنكررها تاني ان احنا لو عكسنا الاربعه ما بين الثلاثه هتبقى كروشيت سوتشر باتل. طيب الكونتينوس بقى هوريزونتال ماتريز، انا بعمل اول عقده اللي هي العقده المبدئيه اللي هي الزيرو. طيب بخش من 1 ل 2 4 3، انا لو عندي الهوريزونتال ماتريز لو هي انتربتد فهي بتبقى قلنا ايه 1 2 4 3. طيب يبقى لو هي كونتينوس انا بعمل العقده المبدئيه اللي هي الزيرو، بعد كده بخش برضو 1 2 4 3، بس بدل ما بخش
يعني المفروض 4 3 اخش 6 ولا اخش 5؟ لا اخش 5 وبعد كده 6. فبالتالي هيبقى الكودينج بتاعنا 0 1 2 4 3 5. طيب ليه ما حطيتش ال 6؟ لان زي ما قلت ان احنا لو رجعنا التو سيكونس ورا، ان انا بصيت للواحد، الواحد هنا هلاقيه داخل في 2، فبالتالي انا هنا عندي الخمسة هتخش فين؟ هتخش في 6. طيب الستة هتخش فين؟ انا عندي الاثنين دخلت فين؟ دخلت في 4، يبقى الستة هتخش في 8. تمام يا شباب، يو جيت ذا بوينت. الفكره كلها ان احنا بنحاول على قد ما بنقدر بنشوف. انا ممكن اعمل كودنج طويل لحد الاخر، يعني الموضوع كان سهل جدا ان احنا بقى كل غرزه هروح ماسكها. انا عندي مثلا الووند طوله 10 سنتي هياخد مثلا 10 غرز، فنفترض ان هو هياخد 10 غرز، فانا بقى هفضل 0 1 2 3 1 2 4 3 5 6 8 بعد الخمسه 7، هفضل ماشي كده 7 9 بعد كده هنخش 10، نفضل بقى لحد ما الووند يخلص. فاللي احنا عملناه ان احنا خدنا خلاص لاخر سيكونس اللي هو بيحطني على اول الطريق، وبعد كده انا بكمل. دمها رفع ايديها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا الفرد انترنت انا مش فاهمينه. ماشي. متخيله ما انا اصحى. طيب بص يا دكتور، احنا هنبص هنا كده، خلينا يعني سيبك من الصوره اللي احنا حاطينها هنا، خلينا هنا في الجنب هنا الصوره اللي انا اللي بشاور عليها هنا بالليزر كده. بص يا دكتور، احنا الاول بنعمل العقده المبدئيه، لان دي الفورد انترلوك هي كونتينوس سوتشر باتر. تمام. فانا عملت العقده اللي هي الاولانيه اللي هي ايه، اللي هي الزيرو، اللي هي دي احنا مش مختلفين عليها. تمام. تمام. بعد كده بخش فين؟ بخش في واحد. طيب لو حضرتك بصيتي هنا، هو هنا الواحد دخل فين؟ طب انا برجع لواحد ازاي وانا اصلا ناحيه اثنين؟ ماشي ماشي تمام. انا احنا اتكلمنا امبارح ان مش شرط الواحد، انا ليه ما دخلتش من اثنين ودخلت لواحد؟ ما انا جاي لحضرتك اهو. احنا اتفقنا امبارح في ايه؟ ان احنا عندنا الثابت ان انا لازم اخش في واحد، صح كده؟ تمام. ليه؟ لان احنا قلنا ان الستارت بوينت يا واحد يا ايه، ده الستاندرد اللي احنا حاطينه. تمام تمام. فبالتالي انا لو دخلت من هنا يبقى دي مش هتبقى، مش هيبقى رقمها اثنين، هيبقى رقمها واحد والاثنين هنا. حضرتك فاهمة الفكرة في ايه؟ يعني هل انا ليه دخلت هنا في واحد ما دخلتش في اتنين؟ لان احنا قلنا ان من ضمن الستاندرد اللي احنا متفقين عليها ان انا لازم اول بوينت بخش فيها يتاخد رمز يا ايه يا واحد، صح كده؟ فبالتالي انا لو دخلت من على الشمال يبقى انا الترتيب بتاعي هيبقى من على الشمال واحد تلاتة خمسة. طب لو دخلت من على اليمين يبقى الترتيب بتاعي واحد تلاتة خمسة. حضرتك فاهمة الفكرة في ايه؟ عشان كده ما اقدرش ان انا اقول الكود بتاعي 0 2 1، لان احنا اتفقنا ان لازم البدايه تبقى 1. تمام كده؟ تمام كده؟ الموضوع واضح؟ الدنيا وضحت؟ لا تمام. انا مش فاهمه الفلاشات دي بقى ايه؟ ايه بتقول ايه؟ الفلاش دي ايه؟ ترجمتها ايه يعني؟ حضرتك حضرتي امبارح صح؟ اه حضرت امبارح. طيب السلاش دي ده رمز اللوكينج، احنا اتكلمنا عنها امبارح واحنا بنشرح الرولز. اللوكينج ده اللي هو ايوه تمام تمام ماشي. هو اللوك ده بنعمله ازاي؟ طيب ما اللوكينج ده بقى بنعمله ازاي؟ بصي هنا، انا هنا لما جيت عملت زي ما انا مشاور كده، حضرتك شايفه البوينتر؟ طيب انا هنا دخلت، نفترض ان انا هبتدي اول غرزه من هنا، يبقى هنا رقم واحد صح كده؟ وهخش هنا من اثنين. حضرتك شايفة الخيط معدي منين؟ الخيط معدي من ورا الإبرة. حاجة كده شبه غرزة البطانية. إيه؟ حاجة كده شبه غرزة البطانية، لا في غرز في السيوطة يعني. أنا مش عارف البطانية إزاي، بس هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن أنا التكنيك بتاعها إن أنا لو عديت الإبرة زي ما هو عامله كده التكنيك ده، إن الخيط وأنا بعدي في رقم الخيط ورا الإبرة هتعمل لوكينج. طب لو الخيط ده، لو الخيط اللي انا مشاور عليه ده رحت عكسه بقت الابره هي اللي ورا مش الخيط هو اللي ورا، هتبقى ايه؟ هتبقى كونتينو، هتبقى كونتينو، تعمل لي عقده. تمام. فانا عشان فانا عشان ادي انديكيتور للسيرجن او الشخص اللي بيشتغل ان انا في هنا، بدل ما هعدي الخيط ده، بدل ما هعديه من قدام الابره زي ما انا بشتغل عادي، لا انا هعديه من ورا عشان اعمل لوكينج، فانا رحت اعمل له سلاش. فهو فهم، فهو لما شافها كده فهم ان دي ايه؟ ان دي غرزه لوكينج. يعني احنا تعالي نتخيل كده ان انا هشيل من الكود، هشيل السلاش دي. يبقى كده حضرتك ايه الكود كده؟ هيبقى ايه؟
بالظبط كده، هيبقى 0 1 2 3 4 بالظبط. يعني انا لو شلت السلاش دي يبقى انا كده هشيل السلاش هنا، يبقى 0 1 2 3 4 سكوير. دي ده الكود بتاع ايه؟ ده الكود بتاع السيمبل كونتينوس. وفعلا لو انا عملت الطريقه دي الفورد انترلوك هتتحول لسيمبل كونتينوس، هتبان في الشغل. تمام يا دكتور، مش كده؟ تمام كده، ده الفورد انترلوك. طيب هنتكلم بقى على اللامبرت. اللامبرت من ضمن الانفيرتنج سوتشر باترن اللي اتكلمنا عنها امبارح. انفيرتنج يعني لما بنيجي نعمل الستيتش بتعمل انفيرتنج للجلد داون سايز. زي ايه؟ زي لو بصينا هنا كده هتلاقي الجلد تحس ان هو عامل معمول له انفيرجن تحت، يعني الغرزه ضغط على الايدجز ومخلياه معمول له انفيرتنج اندرلاين. طيب اللامبرت بتتعمل ازاي؟ مين يقول لنا؟ احنا هنتكلم لامبرت انتربتد. دكتورة أمين، ايه يا دكتور؟ تومنت انا هعمل السلاش اللي هي القط ده، وتحت هيبقى عدد الطبقات. حلو، تبقى 3 طبقات لغايه السب ميوكوزا، مش هاكل عند اللومين. تمام. طيب احنا عايزين بس نتكلم في نقطه، احنا عايزين نتكلم في نقطه. احنا دلوقتي عندنا هنا، احنا لما بنيجي نعمل الاستيتش دي ما عندناش فيها مشكله ان انا وانا شغال انا باخد فعلا كل الطبقات، بس انا هنا مش هحطها كده، مش هكتبها، مش هحط كل الطبقات. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده في حاجات احنا ما بنحطهاش علشان احنا مش يعني الموضوع ما بيبقاش يعني ما بيبقاش صعب على البراكتيشنر. تمام، فاحنا خلينا في السيكونس، يعني خلينا في السيكونس بعيدا عن الطبقات. هيبقى ماشي ازاي؟ هيبقى A1 2B0 بالظبط. يبقى A1 2B0 ده اللامبرت سوتشر باترن. تمام. طيب لو جينا اتكلمنا على الكونتينوس بقى الخط ده وتحتها عدد الطبقات وكده، ايه؟ لا مش هنعمل هنا، مش 3 او 4 او كده، مش هنحط هنا النمبرز بتاعت الطبقات. خلينا في السيكونس. لو هنعملها كونتينوس هتبقى ازاي؟ الو، لو هنعملها كونتينوس بقى 0. تمام. To B. معلش دكتور عيدي تاني عشان ما سمعتش. ماشي. ايوه. ايه. تمام. تمام. C3 4D سكوير. يبقى انا في الكونتينوس انا هعمل الزيرو الاول، بعد كده كاني ماشي انتربتد عادي، فانا بخش A1 بعد كده 2B بعد كده اخش فين؟ مش هخش D ولا 4D، لا انا هخش A1 2B C3 4D. تمام، دي الكونتينوس لامبرت. طيب تعالوا بقى نبص على الغرزه اللي جايه دي اللي هي النير 4 نير. طيب عشان الموضوع يبقى يعني الموضوع يبقى سيمبل دلوقتي، انا نير يعني ايه نير؟ يعني قريب، يعني قريب من الوند ايدج. فبالتالي اقرب نقطه للوند ايدج هتبقى ايه؟ هتبقى 1. وابعد نقطه عن الوند ايدج هتبقى ايه لو احنا بنبتدي؟ طيب يبقى انا هنا في النير 4 نير هبتدي ازاي؟ هخش من 1 بعد كده هطلع في الفار. الفار اللي هو ايه؟ اللي هو بي. يبقى 1B بعد كده هخش فين؟ هخش في ايه؟ لان فار تاني، فار ابعد نقطه فين؟ اللي هي ايه؟ وبعد كده هطلع في 2 اللي هي النير اخر نير، وبعد كده هعمل النقطه يبقى عندي 1BA20. تمام؟ طيب في حد عنده مشكله؟ يعني في حد عايز يكومنت على حاجه؟ ماشي.
سامعيني شباب؟ الو يا دكتور محمد. ايوه دكتور، كان في حد رفع ايده. دكتورة اماني ولا دكتورة مها؟ دكتورة مها اتفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. استخدمت ايه؟ بتقولي يا دكتور اخر غرزه اللي هي نيرجي فار فار نيرجي بنستخدمها في ايه؟ الغرزه دي انفرتنج، الغرزه دي بنستخدمها برضو انسايد الجت، يعني انا لو بخيط في جوه في الجت سيستم او انسايد البادي انا بستخدم الغرزه دي عشان تعمل لي انفرتنج سوتشر بازن، عشان تمنع تقلل المشاكل ان الايدج بتاعتي تبقى بره، فبالتالي انا محتاج ان الامتصاص من جوه يبقى موجود، فانا بالتالي محتاج ان انا الايدج بتاعتي دي ما تبقاش ابوزيشنال، محتاجه تبقى انفرتنج، فانا ممكن استخدمها جوه، ليها استخدامات كتير. تمام. هي في الغرز انواعها كتير واستخداماتها، يعني احنا ممكن نستخدم حاجات كتير جدا ممكن احنا ما نكونش بنستخدمها، بس هي اوريدي التكنيك موجود، فالتكنيك اوريدي انا ممكن استخدمه مثلا بديل للغرز كتير جدا، مثلا زي اللامبرت، لو هنتكلم مثلا عن اللامبرت ممكن استخدمها مثلا بديل للغرز اللي جايه بعديها، يعني انا عندي انواع تانية تكنيك ثانيه مختلفه هتيجي زي التكنيك اللي جاي اللي هو الفار فار نير نير وغيره هنتكلم عنه. فهو الفكره كلها انا عندي كذا اوبشن، في كل اوبشن انا عندي فيه يعني التكنيك بتاعته الاسهل بالنسبه لي. والله في تكنيك بالنسبه لي انا شايفه ان هو ده مناسب ليا وبشتغل بيه، بيجيب لي النتائج اللي انا محتاجها في الوند هيلينج، فانا بشتغل بيه. ممكن في المكان ده انا بشتغل بالتكنيك ده وده انسب تكنيك بالنسبه لي، فانا بشتغل بيه. الفكره بس كلها ان احنا في السيشن هنا ما جبناش يعني كل غرزه بتفصلها، احنا كان يهمنا التكنيك ان احنا نوصل ان الغرزه دي اسمها كذا، التكنيك بتاعها بيتعمل كذا، فبالتالي الكودنج بتاعها بيبقى كذا. الكل خواص كل غرزه زي ما قلت لحضرتك، يعني سهل جدا ان احنا يعني نبص نقراها، حضرتك فاهم قصدي؟ بس طبعا عشان الوقت ما يبقاش احنا كل غرزه بنتكلم فيها باستفاضه فهياخد مننا وقت كبير، لان لسه في حاجات كتير جايه. يعني احنا امبارح المفروض ان خلصنا الجزء النص. تقول الكود بتاعها تاني بعد اذن حضرتك. الكود ده الكود بتاع اللي هو اللي هي دي. طيب اتفضل يا دكتور. لا اللي قبلها يا دكتور، انا بقول لحضرتك اللي قبلها. اللي قبلها الدكتوره قالتها. لا لا ممكن حضرتك تقولها تاني معلش، اللي هي ايوه دي. دي. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي، انا عندي النير يعني قريب وفار يعني بعيد. طيب اقرب نقطه للوند ايدج اللي هي بتبقى ايه؟ 1 2 بالظبط كده، بس احنا قلنا ان احنا اي داي بالظبط كده، يبقى انا واحد او ايه؟ حلو كده، يبقى انا لو قال لي اول حاجه نير يبقى انا هبتدي بواحد، طب لو قال لي فار اول كلمه يبقى انا هبتدي بايه؟ تمام حلو كده. طيب تعالي نبص عليها، احنا عندنا نير يبقى انا كده واحد. طيب فار ابعد نقطه هتبقى ايه؟ دي. بالظبط كده، لان انا مش هينفع ارجع لايه تاني، انا كده مش فار. طيب يبقى انا كده نير واحد، الفار هتبقى بي. طيب الفار الثانيه فين؟ ايه بالظبط كده، والنير اللي هي اخر نير موجوده اللي هي اتنين، وبما ان هي انتربتد فبالتالي انا بعد ما بخلص التكنيك ده بعمل الغرزه بتاعتي. تمام يا دكتور؟ طيب خلينا في اللي وراها، خليكي معايا دلوقتي. اللي وراها فار فار نير نير، فار اللي هو فين؟ فار اللي هو الايه بالظبط كده. طيب الفار الثانيه اللي هي فين؟ دي. حلو، النير فين بقى؟ واحد بالظبط كده. ما ينفعش ليه؟ لان دي اقرب نقطه بعد البي، يعني احنا قلنا فار ايه بعد كده بي، طب اقرب نقطه للوند ايدج بعد البي ايه؟ هي رقم واحد فعلا مش رقم اتنين. تمام.
فيبقى انا يبقى نقولها تاني، يبقى انا هنقولها تاني، الفار اللي هي ايه، يبقى ايه بعد كده بي تمام بعد الواحد ايوه بعد الاثنين بعد الزيرو بالظبط كده، يبقى ايه بي 1 2 0 دي الفار فار نير نير. طيب تعالي ناخد اخر واحده فار اللي هي الفور فار نير نير دي نفس الاستخدام اللي قبلها نفس ايه الاستقبالي بالظبط هي بالظبط كده برضه، هي نفس الاستخدام، هي بتعمل انفيرجن، بتعمل انفيرجن. فبالتالي انا لو عايز الستيتش بتاعتي دي تعمل انفيرتنج عشان انا حابب ان انا تبقى السترينث بتاعها قوي، فانا هستخدم الفار فار نير نير. وانتوا ان شاء الله انا يعني هبعت لكم في عندي فايل كده، هو بالظبط 3 ورقات مجمع كل الستيتشز واستخداماتها ومميزاتها وعيوبها، هبعته لكم ان شاء الله بعد اللايف. تمام. طيب تعالي دكتوره بقى ايه ناخد اخر واحده، يعني خلينا برضو ايه مكملين. تعالي كده فار نير نير فار فار نير نير فار بالظبط نير بعدين نير اثنين بالظبط كده نير الثانيه نير الثانيه واحد بعد كده الفار بي يبقى الستيب بي وبعدين زيرو بالظبط كده، يبقى عندي اي بعد كده نير اتنين بعد كده نير تيم واحد بي زيرو. يبقى انا كده لو جيت بصيت كده من غير ما ابص على الغرزه، انا عندي اي 2 1 بي زيرو، يبقى انا هتخيل كده هخش اي بعد كده اتنين بعد كده 1 بعد كده بي زيرو، يبقى انا كده فار نير نير فار. تمام. تعالي زي ما قلت لك كده نرجع للغرزه اللي قبليها تاني اللي هي الفار فار نير نير. الفار فار نير نير دي ما بتفكرش بحاجه دكتور كده، يعني بص لها كده السيكونس ده احنا شفناه قبل كده، بس شفناه فين؟ هي كانت في غرزه كان دكتور حضرتك سالت عليها وحب يرد على حضرتك بالظبط. طب اقول لك حاجه ثانيه، تعالي كده نبدل الواحد مكان الاثنين، يعني هتبقى اي بي 2 1 0 دي تبقى ايه؟ اي بي 2 1 مش 1 2 0 نمبر ولا دي هتبقى الفيرتيكال. تعالي نرجع لها ثاني، يعني لو بصينا كده الفيرتيكال شكلها عامل ازاي اهي اي بي 2 1 0 اي بي 2 1 0. طيب الغرزه اللي احنا كنا شغالين عليها كانت ايه؟ كانت اي بي 1 2 0 احنا بدلنا رقمين بس ايه؟ احنا بدلنا رقمين اللي هي الفيرتيكال بالظبط بالظبط كده. تعالي بقى نتخيل ان احنا لو احنا بنتعلم بالطريقه التقليديه اللي هي الطريقه القديمه، وبقول لحضرتك تعالي يا دكتور بصي احنا هنخش من ايه هنطلع بيه وبعد كده هنرجع هنخش في واحد واثنين، طب ما احنا شوف طب دي بتتعامل ازاي، هيطلع شكل الغرزه مختلف. انما انا هنا لا، انا هنا اقدر افرق ما بين الفار فار نير نير والفيرتيكال ماتريز وانواع كتير من اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام تمام تمام. طيب يبقى تعالي ناخد الغرزه اللي بعدها. تمام شكرا يا دكتوره. شكرا. شكرا لك. بعد كده عندنا غرزه تانية اللي هي الهالستد سوتشر باترن، دي برضو نوع من انواع الستيتشز اللي بتتعمل برضو انترنالي. لو جينا بصينا دي اول ما نبص لها كده دي انتربتد سوتشر صح كده. تمام. طيب هي شبه ايه؟ يعني احنا شفنا شكل الستيتش دي قبل كده، شبه الهوريزونتال ماتريز، اسمها هالستد برضه بتبتدي بحرف الايه، بس الفرق ما بينها وما بين الهوريزونتال ماتريز ان احنا هنا بيحصل انفيرجن للسكن وبيبقى شكل السكن مختلف تماما عن اللي موجود في الهوريزونتال ماتريز. يعني انا ممكن لو انا مش عارف شكل الستيتش اتلخبط الماتريز، بس هنا لو جينا بصينا هنا في الجزء ده كده هنلاقي ان احنا في الهوريزونتال ماتريز بيحصل ايه، بيحصل ايفرتنج. يعني احنا لو ضغطنا في الهوريزونتال ماتريز لو عملناها بسترينث زي ما قلنا دي من ضمن الغرز اللي بتعمل ايفرتنج. تمام. يعني انفيرجن ايفرجن سوري انا اسف. الهالد بتعمل انفيرجن، يعني بدل ما السكين بيبقى طالع لفوق لا بيبقى نازل لتحت. طيب الهالس دي بتتعمل ازاي؟ تعالوا كده نجرب. دكتوره مارينا
الو دكتوره مريانه، كانت رفع ايديها. دكتوره مريانه اتفضلي. مريانه الناس. طب بص يا دكتور، انا هسيب الامكانيه للزملاء ان هم يفتحوا المايك لنفسهم، بس يا ريت ما حدش يدوس على المايك بالغلط، او يعني يخلي بالهم منهم علشان خاطر ساعات بتعمل مشاكل. ساعات بتعمل دوشه وكده. فانا هخلي الزملاء اللي عايز يفتح المايك يفتحه ويتكلم، بس اللي يخلص يقفل المايك على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور سيد. ايوه دكتور محمد معاك. اهلا بك يا دكتور سيد. A12BD43C0 بالظبط كده. وطبعا دي هتبقى ايه؟ هتبقى مش سكوير، هتبقى انترابت. بس هي هتبقى انترابت. بالظبط كده. تمام. دكتوره مريان اتفضلي. يبقى انا عندي A1 بعد كده 2B بعد كده هخش D4 بعد كده 3C. التكنيك ده اسمه الهالستد سوتشر باتر. تمام؟ تمام. طيب في عندنا بقى اتكلمنا امبارح كده على نسمع دكتوره مريان. دكتور محمد اتفضلي. يا دكتور دكتوره مريان عندك حاجه؟ دكتوره صوتك بعيد قوي. كنت عايزه اقول الكود بس في حد قاله خلاص. طب خليكي معايا يا دكتوره، خليكي معايا يا دكتوره مريم. طيب احنا دكتور انا عندي سؤال معلش. احنا ليه ما استخدمناش اللي هي الرول بتاعه الفراكشنز اللي هي مثلا 3 على الترتيب بتاع الغرزه، او مثلا ترتيب الغرزه على 3 وكده في الحاجات اللي فاتت؟ انا معناها كان ليها لازمه. تمام. بس احنا لو احنا هنستخدم الغرزة من غير ما احدد عدد الطبقات فانا مش هذكرها. يعني ايه؟ يعني احنا لو جينا لو صبرنا كده هنبص في الكاشنج والكونل. الكاشنج والكونل في فرق ما بينهم، هما الاثنين التكنيك مختلف. التكنيك سوري انا اسف واحد. يعني ايه؟ يعني هنا لو هنبص كده على التكنيك بسرعة عشان الناس اللي هتيجي تعمل الكودينج، لو جينا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ 0 1 3 4 6 5 على 3. طيب الثانيه ايه؟ الكونل 0 1 3 4 6 5 برضه نفس السيكونس بس على 4. فانا هنا كنت محتاج ان انا اذكر ان هنا باخد الثلاث طبقات وهنا باخد الاربع طبقات، انما كل اللي انا بشتغله وما بذكرهوش لو انا بشتغل انترنالي وفي طبقات سواء سكن او جت، فانا خلاص انا باخد كل الطبقات فانا مش محتاج ان انا اذكرها. اقول لك الدليل فين دلوقتي. يعني الهالت ده هتبقى الاربع طبقات. الاربع طبقات بالظبط كده. طيب تعالى 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 نستفسر او تعالى نحللها بالراحه. احنا دلوقتي لما جينا اتكلمنا على السمبل انتربتد سويتش ده الكود بتاعها ايه؟ السمبل انتربتد تبقى 120 بالظبط كده. طب ليه انت ما قلتليش انا دلوقتي سمبل انتربتد ليه ما قلتش 120 على 3؟ عشان كل الطبقات ما تبقى على 4 صح كده. طيب في غرز ثانيه اتكلمنا عنها، يعني عندك مثلا الكروشيت سوتشر باتن. احنا قلنا الكروشيت هي الكود بتاعها ايه؟ 1 2 3 4 0 صح. يعني الحته بتاعه الفراكشن دي بنستخدمها بس لما يبقى في اثنين زي بعض بالظبط، بس واحده بالزبط. بتبقى 3 واحده بتبقى 4. لا مش انما بس كده. بص يا دكتور انا دلوقتي الكود ده ما هو الا جايد لاين انا بحطه علشان اوجهك انت از سيرجن للي انا عايزك تعمله. فانا في الكاشنج انا عايزك تاخد ثلاث طبقات بس، هي التكنيك بتاعها كده. فبالتالي لازم انبهك لازم انبهك في الكودينج واقول لك خلي بالك ان الكاشنج وانت شغالها لازم تشتغل بتاع على ثلاث طبقات. فبناء عليه انت خلاص انت شفت الكودينج فانا بشتغل على ثلاث طبقات فانا هروح اعملها على ثلاث طبقات. طب افرض انا يعني خلاص انت الغرزه بتشتغلها عادي يعني، فانت اوريدي بتاخد كل الطبقات معاك بالنيدل وتشتغل، وانا مش وخلاص انت مش محتاج ان انت تعرفها. فبالتالي عشان ان احنا نبسطها فانا مش محتاج ان انا اقول لك ان انت بتاخد الثلاث طبقات او الاربع طبقات. حضرتك فاهم قصدي؟ فهمت البوينت بتاعتك؟ تمام دكتور. تمام. طيب خليك يا دكتور كده تعالى نتكلم على الكاشنج سوتش. طب ممكن الهالت الثاني عشان مفيش مشكله تبقى A1 2B وبعدين C D4 وبعدين 3C. ايوه بالظبط كده. وبعد كده بعمل العقده بتاعتي. ولو عملناها ولو عملناها كونتينوس هتبقى
نفس يعني هنا سوري هي هنا هي هنا interrupted. لو هي تنفع continuous، هي تنفع continuous بس انا هنا interrupted، فبناء عليه انا حاطط هنا سكوير، هي هنا المفروض interrupted، فهنا في غلطه ان احنا هنا حاطين لها سكوير، ما ينفعش تحط لها سكوير ان دي interrupted switch. تمام. بس ما حدش خد باله منها، بس هي تنفع continuous كمان، يعني في من الهالستد interrupted continuous. هننزل على ال A B C D، هننزل على ال E وبعدين 5 بالظبط كده. لو continuous هنعمل ايه بقى دكتور؟ هنشتغل نفس السيكونس ده، نفس اللي انا شايفه ده في الغرزه اللي بعديها، يعني انا بص عقدت اول عقده بس يعني مش انا عملت ايه، هحط زيرو هي خلاص ده اول بالظبط كده، اول مره بس انا هعمل سيكونس زيرو، بعد كده الكونتينوس بتاعه انا هفضل مكمل على نفس السيكونس من غير ما احط زيرو، لان هي هتفضل مكمله. هقفل القوس من غير زيرو واحط اللي هي سكوير بالظبط كده. يعني لو دي ما كانش فيها زيرو كانت هتبقى كونتينوس. لا هي تنفع كونتينوس لو انا حاطط لها سكوير، يعني انا معنى كده ان انا هكمل هنا سكوير، بس هي ما ينفعش سكوير مع زيرو، ان هي كده لو دي هتبقى كونتينوس هنشيل الزيرو ده نحطه في الاول. لا مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان هي ما ينفعش الزيرو في الاخر؟ عشان دي مش كونتينوس، قصدي عشان دي كونتينوس، فاحنا هنكمل على دول، مش هنوقف لحد كده. ثواني احنا هنا حطينا زيرو لان انا كده هعمل السيكونس بتاعي ده، وبعد كده هروح عامل العقده، انا مش هحط عقده مبدئيه في الاول في الغرزه دي. الغرزه دي يعني اول عقده فيها ايه بتقول ايه؟ يعني العقده بتبقى بعد اول يعني هي دي ما فيهاش نقطة اولانيه، عشان الناس ما تتلخبطش، عشان انا امبارح اتكلمت في لما جيت اتكلمت على البروبابيلتي ثيوري الناس اتلخبطت. احنا خلينا بالراحه واحده. دلوقتي احنا اتفقنا في الكونتينوس سيتشر باترن، انا لو حاطط زيرو في الاول يبقى معنى كده ان انا هعمل العقده المبدئيه اللي هي الانتربتد المبدئيه اللي هي بتمسك الثريد من الاول، وبعد كده ببتدي في السيكونس بتاعي. صح كده؟ حلو. فبالتالي احنا كنا فاكرين ان دلوقتي انا لو حطيت الزيرو في الاول يبقى انا كده بمجرد ما لقيت الزيرو في الاول يبقى دي كونتينوس سيتشر باترن، صح كده؟ مع اني احنا اتكلمنا في نقطه ان الكونتينوس والانتربت بتتحدد بالسكوير او من غير السكوير. طب بص عشان تبقى ببساطه، لو الهالت ده انا عايز اعملها كونتينوس هكتب الكود ازاي؟ هو الكود اللي قدامك ده كود الكونتينوس، لو انا عايز اعملها انتربت زي ما هي موجوده كده فانا هشيل السكوير بس بنفس الكود. يعني لو تشيل السكوير هتبقى انتربت بالظبط كده. ماشي تمام. لو انا حاطط السكوير لازم يبقى في زيرو في الاول، وعشان انا هكمل ف مش عارف يعني. بالراحه يا دكتور بالراحه، خلينا واحده واحده. واحده واحده، والله الموضوع بسيط. احنا دلوقتي الغرزه التكنيك بتاعها انا مش بعمل عقده مبدئيه، هي اول الغرزه تدي كده يعني اول الغرزه انا كده مفيش نقطه قبليه. احنا هنعملها انتربتد. حلو كده، خلينا في الانتربتد الاول عشان بس الناس ما تطوش مننا. اعملها انتربتد احط زيرو في الاخر ومش احط السكوير. حلو. طيب انا دلوقتي هي عشان تبقى انتربتد فانا المفروض كنت هعمل ايه بعد ما عملت الزيرو؟ هقطع الخيط، صح كده؟ تمام. انا مش هقطع. لو هي بقى كونتينوس هكمل عادي، هتبقى مثلا سي وبعدين 5 وبعدين 6 وبعدين لا هتبقى اي 5 6 بالظبط كده. صح صح. هكمل وبعدين هنعمل عوده تاني بس هكمل عادي، هيبقى في كذا زيرو في السيكونس. لا مش هنعمل بقى زيرو لان انا اللي بعديها. ايوه يعني هنفترض ان احنا هنكمل بالظبط كده، هيبقى في كذا زيرو. لا ثواني بس، ثواني. لو هنكمل يبقى مش زيرو تاني، مش هيبقى في زيرو تاني، هو اول زيرو بس. ليه لان انا دلوقتي انا عملت العقده دي، عملتها A1 2B D4 3C وبعد كده رحت عامل العقده بتاعتي الزيرو. تمام. مش هقطع الخيط، انا عايز كونتينوس، انا عايز اكمل بنفس السيكونس. فاللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا بعد السي هخش فين؟ بعد ما عملت العقده بتاعتي هخش في اي. تمام. طب انا تخيل ان احنا وصلنا بالكود لحد جي، بعد الجي هيبقى فيه زيرو ولا لا؟ في الاخر خالص بقى بعد ما اخلص الغرزه. يعني بعد الجي هخش على بعديها على طول من غير غرزه؟ من غير غرزه. ايه اللي بعد جي؟ بالظبط كده، الغرزه هتكمل من غير ما هقفلها. ده اللي انا عايز اوصله. انت فاهمني؟ فانا عشان اعمل الغرزه دي في اول تمام ماشي. فاهم قصدي ايه؟ هي هتفضل مكمله ومش هينفع ان انا اعمل عقده تانية. هعمل عقده تانية على ايه؟ صح صح.
ثواني خليكم. وانا تمام تمام يا دكتور، فهمت والله خلاص. ما لازم يبقى فيه طرف خيط. اللابتوب بس كان هيفصل، مش عارف النهارده الاخطاء الفنيه يعني زادت، انا اسف معلش. تمام، يبقى كده دكتور حضرتك فهمت البوينت اللي كنا بنتكلم. خلينا بقى يا دكتور محمود، دكتور محمود سيب فرصه بس للدكتور محمد يكمل، واكيد في العمل كل ده هيوضح يعني، لان احنا النهارده كل الناس جايه عشان تشوف العمل اكتر. خلاص خلي الدكتور محمد يخلص خالص، وفي العملي اكيد هنفتح الديسكشن اكتر من كده. خلاص تمام ماشي ماشي دكتور. طيب احنا كده اتكلمنا في الهالس خلاص عدناها، هنتكلم بقى في الكاشنج. عندي نوعين من الغرز، التكنيكس بتاعهم الاثنين شبه بعض بالظبط، الكاشنج والكونل. اللي بيختلف ما بين الاثنين، اللي بيختلف ما بينهم عدد الطبقات اللي انا باخدها. لما باجي اشتغل في الكاشنج زي ما احنا شايفين هنا كده، احنا بناخد 3 طبقات بس. تمام، لما باجي اشتغل في الكونل انا باخد 4 طبقات. بصوا هنا الخيط بيبقى 4 طبقات، فبناء عليه وانا بعمل الكودنج لازم احط ده في الاعتبار. طيب يبقى انا عندي الكاشنج، الكاشنج سويتش لو حاجه اعملها هعملها ازاي؟ اخش من واحد، هعمل طبعا الزيرو العقده المبدئيه، بعد كده هخش من واحد وبعد كده 3، وبعد ال 3 اخش فين؟ هخش 4 6. يبقى عندي الكودنج بتاعي 0 1 3 4 6 5 سكوير على 3. طيب الكونل نفس التكنيك بالظبط، بس انا وانا شغال هاخد ال4 طبقات، هتبقى معديه لحد السب ميوكوزا، الميوكوزا والسب ميوكوزا والماسكولاريز والسيروزا، هتبقى معديه لحد السيروزا، فبالتالي هتبقى نفس الكود اللي هو 0 1 3 4 6 5 بس على 4. ده انا ببقى عامله في حساباتي وانا شغال، ودي بنحسها اكتر واحنا شغالين بقى العمل. يعني انا بيبقى قدامي مثلا، فلنفترض ان انا شغال في ستومك مثلا او في رومن، شغال في رومن وعايز اعمل كونل، فانا وانا شغال هعمل ايه؟ بعدي الابره في الـ في الـ في التيشوز، وانا شغال في في الكاشنج الابره ما بتعديش، يعني ما بنزلهاش 90 درجه عشان تعدي ابقى شايفها وهي خارجه، ما بتخرجش الابره، ما بتخرجش من اللايرز كلها، بتبقى واخده ال3 طبقات. وانا شغال كونل لا، الابره بتبقى خارجه ببقى شايفها، يعني انا وانا شغال كده بتبقى الابره عدت من تحت ويبقى الخيط باين من تحت. ده الفرق ما بين الاثنين. تمام طيب. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني انا لو شغال مثلا في مكان انترنالي، المكان ده محتاج الابسوربشن بتاعه انا محتاجه، ومحتاج ان انا ما اعملش انترفيرنج فيه، فبالتالي انا هشتغل بالكاشنج، لان انا مش عايز الخيط يعدي في اللومن. طب انا لو شغال في مكان تاني الامتصاص فيه قليل، او ممكن يكون انترنالي بس ما فيهوش امتصاص، فانا ممكن اشتغل بيه بالكونل. طيب البيرس سترينج طبعا غرزه مشهوره جدا بصراحه، لما جينا عملنا الكودنج بتاعها، هو الكودنج برضو يعني موضوع سيمبل جدا. احنا دلوقتي البيرس سترينج هي غرزه، انا ببتدي امشي كده زي الغرز اللي احنا بنعملها في القماش العادي، اللي هو بمشي بقى بالتدريج كده، وبقعد حوالين المكان اللي انا فاتحه، وبعد كده بروح شده بروح قافله عامل له كونستريكشن. فلما جينا عملنا الكود بتاعها، يبقى الكود بتاعها يعني مين ممكن يتخيل الكود هيبقى ايه؟ يعني ناخد حد كده يقول لنا ممكن تخيلوا الكود في البيرس سترينج ممكن يبقى ايه؟ هتبقى 1 3 5 7 8 6 4 2 0. بالظبط يا دكتور، تمام فعلا كده، 1 3 5 7 8 6 4 2 0. تمام برضو احنا لما جينا عملنا الكودينج ده، هو ممكن يبان طويل شويه، بس احنا كان يعني كنا حابين ان احنا نوصله لاقصى درجه، لان انا مش هينفع اعمل 9، لان انا لو عملت 9 هيبقى قصادها 10، وال10 انا مش هعرف اكتبها، لان احنا محكمين الكودينج عندي من 0 ل9، لان ال10 هتتكتب ازاي؟ ال10 لو هتشوفها هتبقى 1 0 فمش هتعرف تقراها، فاحنا محكمين من 1 ل9. فعشان نوصل الكودينج بتاعنا كنا مضطرين نحط كل السيكونس بتاع الكودينج ونعملها. يعني ممكن حد يجي يقول لي طب ما عملناش ليه 1 3 5 6 4 2 0؟
دي على فكره تنفع، بس احنا كنا مجبرين ان احنا نعمل كل السيكونس المتاحه بالنسبه لنا عشان تبقى فاهم ان هي هتمشي بالراوند ده. طيب دي البيرس سترينج. بعد كده اهم بقى حاجه عندي الغرزه التكميليه الوحيده اللي احنا هنتكلم عنها النهارده هي الرانينج سب كوتيكولر، ودي يعني معظم الاطباء بيشتغلوا بيها. الغرزه التكميليه دي بتبقى في السكان، لا قدر الله لو حد مثلا لو بيشن، لو بنتكلم مثلا عن بيت انيمال اتخبط ومثلا في مكان ظاهر حابب ان انا اخيطه، فبيبقى الفيرست تشويس بالنسبه لي هي الرانينج سب كوتيكولر سوتشر. الرانينج سب كوتيكولر سوتشر انا بشتغل بالظبط، بتبقى الطبقات الجلد، يعني احنا نفترض ان احنا عندنا تو ايدجز كده زي ما احنا شايفين هنا كده، فانا مش عايز اشتغل من فوق علشان السكن بتاعي ما يبقاش ظاهر فيه اي دوتس واي بوينتس، لان هي هتفضل معلمه فيه، فانا حابب ان انا بشتغل جوه كده، وبعد كده بروح شادد الستيتش بتاعتي بتروح قافله الطبقات كلها على بعض، فبالتالي بتبقى عامله لي ستيكنج للايدجز مع بعض من غير ما يبقى عندي الثريد ظاهر من فوق عامل لي فيها مشاكل. طيب الرننج سب كوتيكولر بنشتغلها ازاي؟ احنا قلنا لو انا هشتغل في الطبقه ذات نفسها يبقى انا هحدد الطبقه الاول وبعد كده هحط السيكونس بتاعي. طيب انا هشتغل فين؟ في الطبقه اللي في النص، ولا مش هشتغل فوق ولا هشتغل تحت، انا عايز في نص اللايرز بالظبط بتاعه التو ايدجز عشان اقدر اشدهم مع بعض يروحوا عاملين لي ابوزيشنال للسكين ويحصل ستيكنس للوند ايدج. فبالتالي يبقى انا هقول 2 لان احنا عندنا 3 طبقات، هقول 2 على السيكونس. ايه بقى؟ بعمل اول العقده بتاعتي 0 وبعد كده بخش 1 3 4 6. ده لو انا شغال ايه؟ لو انا شغال بيربنديكولر. طب لو شغال ابوزيشنال هعمل ايه بقى؟ هتبقى ايه 1 بعد كده 2 بي بعد كده سي 3 بعد كده 4 دي. يعني ازاي؟ يعني تعالوا نتخيلها بالراحه. الابره وانا بدخلها في الوند، يعني انا عندي 2 1 الوند ايدج مفتوح كده، الابره ممكن ادخلها بارلل تبقى هي على نفس السوى بتاع السكين، فبالتالي هتبقى داخله زي ما هنا كده بارلل، ان انا الابره بتخش من هنا من مثلا من لو بصينا على الجنب اللي احنا شايفينه هتخش من 4 تطلع من 6. يبقى انا كده عملت الكودنج فين؟ عملت الكودنج على اللاير الايدج من جوه مش من السكين من بره. يعني احنا تخيلنا كده السكين عندي مش دي الووند ايدج وعملت عليها البوينتس بتاعتي، لا ده انا عامل الووند ايدج بتاعتي من جوه. فبالتالي هخش منين؟ هخش من 1 اطلع من 3، بعد كده راح ادخل من 4 طالع من 6، وبعد كده هفضل ماشي بنفس السيكو عمودي. يبقى انا الو سامعيني يا شباب؟ بس الصوت قطع الحبه اللي حضرتك كنت بتشرح منه كده دلوقتي. تمام يا دكتور. طيب تمام هعيدها تاني. انا دلوقتي عندي الرننج سب كوتيكولر بعملها بطريقتين، بعملها بربنديكولر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو هخش بارلل هخش ازاي؟ يبقى النيدل بتاعتي بارلل للايدج للوند ايدج، فبالتالي هخش ايه؟ هعتبر ان هنا 1 هنا 1 3 وهنا 2 4 6، فانا هخش من 1 اطلع من 3، بعد كده اخش من 4 اطلع من 6. طيب لو انا هعملها بيربنديكولر يبقى انا مش هخش بالجنب، الابره مش هتخش بالجنب، الابره هتخش من فوق لتحت جوه اللاير. يبقى انا كده دخلت منين؟ دخلت من ايه؟ طلعت من 1، بعد كده الناحيه الثانيه رحت داخل من 2 طالع من بي وافضل اعيد، وبعد كده في الاخر خالص بروح جايب ايه؟ بروح جايب الـ بعد ما بعمل بقى الستيتشز بتاعتي وبفضل ماشي لحد اخر الووند بروح مطلعها شاددها، وبعد كده عامل الغرزه التثبيتيه بتاعتي. فبالتالي لما باجي بفكها بعد كده ممكن لو بستخدم ابسوربل سوتش ماتيريال فانا مش محتاج ان انا افكها، او بتبقى الـ خلاص هي بيحصل لها هي ديسولفنج لوحديها. لو انا بشتغل بنون ابسوربل سوتش ماتيريال فبالتالي انا خلاص هي الثريد بيبقى جوه اللايرز، مجرد بس ان انا بفك اول غرزه من فوق والغرزه الاخيره وبروح سحبه بيطلع معايا عادي مفيش منه اي مشكله. خلاص يا شباب كده الغرزه دي يعني الناس فهمت الدنيا هنا ماشيه ازاي، احنا هنشوفها في الفيديو. طيب البربنديكولر تاني. بص يا دكتور حضرتك شايف هنا الجنب اللي انا مشاور عليه ده؟ ده
هنا؟ تمام انا فاهمه دي تمام. طيب بصي هنا النيدل هنا داخله ازاي يا دكتور؟ داخله منين؟ بصي البوينتس بتاعتها ماشيه ازاي؟ ماشيه بارلل للسكن صح كده؟ تمام. لو حطينا الجايد لاينز بتاعتنا اللي هي الارقام اللي احنا مثبتينها، يبقى هنا دي اول غرزه، يبقى دي رقمها كام؟ واحد بالظبط. واللي تحتيها كام؟ اسمع بالظبط يبقى انا هخش واحد ثلاثة، وبعد كده من ثلاثة هخش في الغرزة أربعة أربعة خمسة أربعة ستة. دي لو عملناها بارلل. طب دي لو هنعملها بارلل حلو كده؟ تمام. طيب تعالي بقى البربنديكولار، سيبي بقى الجزء ده، تعالي خلينا في الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي انا عامله في الجنب ده اللي هو اللي على اليمين ده. تمام. الجزء هنا احنا فنفترض ان ده الووند ايدج، ده يعني انا الجلد ده سطح الجلد من فوق وانا شغاله الورقه الثانيه من تحت. الابره هنا دخلت منين يا دكتوره؟ دخلت من هنا صح؟ طلعت من هنا. طيب احنا لو جينا قلبناه، يعني لو جينا قلبناه كده، لو جينا قلبناه بالطول، يبقى هنا البوينت دي ايه؟ ايه تبقى البوينت دي الرمز بتاعها ايه؟ والناحيه الثانيه الرمز بتاعها ايه؟ واحد. يبقى ايه 1 بعد كده 2 بي. تمام. ايوه فهمت دكتور الفرق ايه؟ الفرق ان انا داخل يا اما بخش ليها او بخش عمودي عليها. وفي الاثنين لما باجي بخلص الستيتش في الاخر وبروح شاددها بتروح قافله لي الووند ايدج الاثنين على بعض. تمام. حضرتك انا بعد ما احنا نعمل ايه 1 2 دي نكمل بعد كده ايه؟ بعد كده هنخش بقى اللي بعديها الايه تحتيها ايه؟ تحتيها سي. هنخش فيها سي 3. تمام. سي 3 بعد كده ايه؟ بعد كده 4 دي. تمام كده؟ بالظبط. هنمشي بالسيكونس عادي، بس انا هنا جايب لكم ايه؟ جايب لكم البارلل راننج سب كوتيكولار سوتشر، لان هي دي اللي بيتم استخدامها اكتر حاجه. لان احنا لما دي كنتروس ما ينفعش يبقى فيها انترابت خالص. ما ينفعش طبعا، احنا بنعمل ستيتش انر ستيتش. تمام. طيب هنكمل. عندنا الشميدن دي غرزه كنا بنستخدمها في الكليه، بس ليها استخدامات في حاجات يعني في حاجات بصراحه انا ما يعني حاولت ادور عليها ما لقيتش استخدامات ليها، بس انا فاكر احنا كنا بنستخدمها في الكليه، بس انا مش عارف لو حد يعرف احنا كنا بنستخدمها في ايه، او حد فاكر احنا كنا بنستخدمها في ايه، بس للاسف انا مش فاكر. بس هي اوريدي غرزه موجوده. الغرزه دي بس انا جايبها عشان ابين حاجه واحده بس. انا دكتور برادر لما بفتح اليورينري بلادر عشان اشيل الحصوه، وبعدين باجي اقرب الاثنين ايج، فبتبقى المصل بتاعتها بتبقى تخينه قوي، فانا ما بحبش ان انا اعمل تجريح في حروف المصل بتاعت اليورينري بلادر، فبروح اعملها وبشد تبقى زي رباط الجزمه كده، سوري في اللفظ يعني، فبتقفل معايا من الاول في الاخر. فده الاستخدام بتاعها في عمليه ان انا بشيل الحصوات من اليورينري بلادر. تمام يا دكتور، كلام حضرتك سليم جدا، وفعلا انا فاكر احنا كنا بناخدها فعلا في الكليه. دكتوره حنان اتكلمت على ان هي بيتم استخدامها في موضوع اليورينري بلادر لو احنا بنشيل الستونز من اليورينري بلادر. انا بس كنت جايب هنا علشان ابين موضوع ال1 داش وال2 داش اللي اتكلمنا فيها امبارح. هنا احنا لو جينا بصينا كده للستيتش بتاعتنا، احنا قلنا ان احنا لو هنبتدي ب1 داش في الكود، فبالتالي ده معناه ان رقم 2 هتبقى ايه؟ هتبقى 2 عادي، لان احنا في السيمبل كونتينوس او في ايا كان الغرزه اللي احنا بنشتغل عليها، لو هناخد مثلا السيمبل كونتينوس سوري السيمبل انتربتد سويتش، فاحنا عندنا 1 2 0. الواحد هي من فوق بس الاثنين انا باخدها من تحت، فالمفروض زمايلنا كانوا بيقولوا ايه امبارح؟ كانوا بيقولوا ان احنا المفروض نكتب 1 2 داش، كلامهم منطقي. واحنا قلنا ان احنا منطقيا لو هنبتدي الغرزه بواحد من غير داش او بداش، يبقى معنى كده اللي بعديها العكس، يعني لو هنبتدي مثلا سمبل انتربتد 1 2 0 يبقى الواحد من غير داش، يبقى معنى كده ان الواحد من فوق اوتوماتيك الاثنين من تحت،
وقلنا ان احنا عملنا ده تبسيطا عشان الكود ما يبقاش فيه حاجات، مش هقعد بقى اكتب واحد بعد كده 2 داش 3 4 داش وهفضل في كل الغرز نعمل كده. طيب الحاله، وبعد كده قلنا الحاله الوحيده اللي احنا هنعمل فيها السيكونس زي ما هو موجود، يعني هنكتب واحد واحد داش او واحد داش 2 بعد كده 3 داش، السيكونس ده الحاجه الوحيده ان انا لو عايز انبهك ان في بوينت معينه انت محتاج ان انت تعملها اندرلاين. الشميدن هي اكتر اكزامبل يوضح لنا النقطه دي. دلوقتي انا في الشميدن بعمل ايه؟ انا بعمل اول غرزه اللي هي الغرزه التثبيتيه بتاعتي، بعد كده بخش منين؟ بخش من تحت واطلع. المفروض الغرزه اللي بعديها تبقى من فوق، لا الغرزه اللي بعديها تبقى من تحت برضو. يعني ايه؟ يعني احنا لو بصينا هنا في السيكونس هنا يبقى الكودنج هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى زيرو لان هنعمل الغرزه اللي هنثبت بيها الاول، بعد كده هنخش واحد داش. طيب اللي بعديها ايه؟ هتبقى 4 داش، اللي بعديها 5 داش، بعد كده 8 داش، وهنفضل ماشيين. طيب واحد يقول لي طب ما انت كنت عملتها 1 داش وبعد كده 4 5 8، ما ينفعش، لان انا لو عملتها كده انت مع اول غرزه هتطلع من الواحد هتخش من الاربعه من فوق، وانا مش عايز تخش من الاربعه من فوق، انا عايز تخش من الاربعه من تحت برضه. فبالتالي السيكونس بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى زي ما احنا شايفينه كده، 0 1 داش 4 داش 5 داش 8 داش الكل سكوير. طيب لو جينا قرينا، لو حد من الشباب قرى البيبر هيلاقي من ضمن الرولز اللي احنا عاملينها ان انا عشان اتجنب الموضوع ده فانا هعمل ايه؟ فانا هعمل ده، ان انا هكتب 0 1 داش بس تحت الواحد هحط شرط. ده يديك انديكيتور لايه؟ يديني انديكيتور ان كل اللي جاي بعديها زيها. يعني ايه؟ يعني يديني انديكيتور ان انا هعمل 0. عشان كده انا ما رضيتش اقولها امبارح عشان الموضوع ما يبقاش، يعني في هو في رولز كتير محطوطه فانا مش عايز الخبطكم، عايزكم بس تهدموا الجزء الاولاني لان ده اهم بالجزء. هنا بيبقى فيه سبيسيفيك او زي ما بيقولوا كده بيبقى فيه اكسبشنز لبعض الغرز بس برضو ليها الرولز بتاعتها وحاطينها. طيب يبقى غرزه زي الشميد دي لما اجي اعملها ازاي؟ احط 0 1 داش بعد كده احط 4 5 8، مش احط بقى كل شويه 0 1 داش 4 داش 5 داش، لا 0 1 داش تحتيها خط بعد كده 4 5 8 الكل سكوير. طب واحد تاني يجي يقول لي طب لو شلت الداش يبقى ده معناه ايه بقى؟ يعني لو الكود بقى 0 1 4 5 8 وحاطط تحت الواحد شرطه يبقى معناه ان كل اللي جاي بعديه من فوق. انتوا فاهمين يا شباب؟ حد تاه؟ يعني حد الحته دي مش 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 فاهمها الحته اللي انا سائلها دي؟ ايوه دكتور سامعني. تمام. احنا قلنا بطريقه سريعه هو الداش يعني ايه. انا دلوقتي لما اجي ابتدي الغرزه، لما حضرتك تيجي الغرزه مش بتدخلي النيدل من فوق يعني من اب سكن ولا من داون، يعني من فوق الجلد لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق يا دكتور. بالظبط كده. طيب في انواع غرز احنا الستيتش بتاعتي انا بدخلها من تحت الجلد، يعني الابره مش بتخش من فوق لتحت، بتخش من تحت من جوه من الجرح من جوه وتطلع لفوق. فقلنا عشان نعوض، يعني عشان انا تبقي فاهمه الدايركشن بتاع النيدل هل هو من فوق ولا من تحت، فاحنا عبرنا لو هي من فوق يبقى الرقم صحيح، لو هي من تحت هيبقى الرقم داش. داش يعني مثيل بس 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 مختلف. فلما حضرتك تشوف واحد داش يبقى انا هخش بالابره من تحت من تمام. فجينا امبارح شرحنا قلنا ايه؟ قلنا دلوقتي احنا عند الطبيعي ان انا لو همشي في سيكونس غرز فانا هبتدي اول غرزه من فوق، هل منطقي ان انا هبتدي من فوق وبعد كده اروح داخل من فوق تاني؟ لا، الا في حالات معينه. يبقى انا هبتدي من فوق والغرزه اللي بعديها هخش من تحت واطلع من فوق وهكذا. فقلنا بدل ما هقعد بقى اكتب 1 1 2 1 عادي 2 داش 3 4 داش، قلنا لا حددين، يبقى معنى كده ان انت الاول ده هو هيبتدي من فوق، يبقى احنا كده ان اللي جاي كله من بعد كده من تحت كده من فوق، هنفضل بقى ماشيين بالترتيب. طيب هنا السبيشال سيتويشن هنا ان احنا في الشميدن بنعمل ايه؟ بنبقى الغرز كلها من تحت، فانا هنا لازم اعبر عنها واقول لك ان كل الغرز من تحت. فبالتالي انا هعمل الغرزه التثبيتيه الاول، بعد كده هخش الواحد من تحت يبقى هقول واحد، والاربعه هخشها من فوق، لو من فوق يبقى همشي بالسيكونس عادي.
انما هنا انا مش هخش من فوق، انا هخش برضو من تحت، فكنت مجبر ان انا اقول لك 1 داش 4 داش 5 داش 8 داش. بس تبسيطا عبرنا عنها ان احنا لو الواحد تمام كده يا دكتور محمد، الصوت رجع، الصوت فصل كده ورجع. دكتور محمد معايا كده سامعيني كويس؟ طيب كده تمام يا دكتور، اتفضل. دلوقتي انا لو عندي السيكونس اللي احنا باصين عليه ده عشان ما نقفش فيه كتير، لو عندي السيكونس ده اللي هو 0 1 داش تحتيه خط بعد كده 4 5 8، لو شلت الداش وبقى 0 1 4 5 8 والواحد تحتيه خط، ده معناه ايه؟ مين يقول لي ده معناه ايه؟ الو، معناها ان كله من فوق يعني. الو تمام يا دكتور محمد، معناه ان كله زيه. الو شباب سامعيني؟ سامعينك يا دكتور. طيب معلش، حد جاوب ده معناه ايه لو شلنا الداش دي وبقى نفس السيكونس بس الواحد تحتها خط؟ معناه ان كل الغرز اللي بعد كده تبقى من فوق برضه يعني. بالزبط. الابرة هتدخل بالظبط، يبقى انا هخش واحد من فوق وبعد كده اروح مطلعه، بدل ما اخش اتنين من تحت هدخل الاتنين من فوق برضه. بالظبط كده، تمام. طيب دي ده الجدول اللي عاملينه، ده الجدول ده مجمع كل الستيتشز اللي احنا مجمعينها او اللي احنا مستخدمينها. طبعا انت بقى بتبص للكود وبتبتدي ان انت تطبق ال السيكونس اللي احنا مشغلين عليها على الغرزه اللي انت عايز تعملها. طيب كان في ستيتش تو سينكل ستيتش، دي اسمها الوينش ستيتش. تمام، الوينش ستيتش دي انا عايز حد يعمل لي كودنج ليها، اعتقد دي اول مره تسمعوا عنها. الو دكتورة، ايه دكتور من حضرتك علي؟ ايوه انا عايز حضرتك يا دكتورة تعملي لي كودنج للستيتش دي. لها هو المفروض الفرق هي الغرز اللي فاتت ان هي بنعمل كونتينرز بعد كده بنقعد يعني مش بنعمل عقده في الاول، بنعملها في الاخر يعني. احنا كده هنخش لحظه، هنخش واحد واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه وبعدين خمسه وبعدين سته وبعدين زيرو وبين بالظبط اللي هو تربيع. بالظبط كده. انا جايب دي ليه؟ انا جايب دي عشان احنا امبارح اتكلمنا في نقطه ان انا دلوقتي السيمبل كونتينوس سوتشر. انا بمجرد ما بصيت للزيرو ان هو في اول يا دكتور معايا ايه شغاله ان هو ما يفلتش مني، ازاي احافظ على الخيط؟ ما انا مش هربطه بس في الاخر. بتسيبي لنفسك مساحه، بتسيبي لنفسك تمام. الو شباب انتوا سامعيني؟ صح مين يا دكتور محمد؟ اتفضل. طيب الدكتوره كانت بتسال سؤال انا مش عارف سمعته صح ولا غلط، هي بتقول ازاي احافظ على الخيط معايا من غير ما يفلت مني. انا دلوقتي لو انا شغال في الاستيتش دي يعني، لو هناخد الاستيتش دي از اكزامبل، لو خدت الستيتش دي از اكزامبل، انا دلوقتي عايز اشتغل الغرزه بالطول ده، فبالتالي انا هدي لنفسي مساحه من الخيط عشان الخيط ما يفلتش مني ويعدي. ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اعمل حاجه يعني
يعني دي حاجه كده تكنيك كده ممكن ان احنا نعمله. ممكن وانا شغال التب بتاعت الستيتش سوري الثريد اللي انا شغال بيه اربط فيه او اعمل له كلامبنج بارتري فورسيبس. حلو كده. يعني انا خلاص عملت اول غرزه دخلت خلاص اول واحده. يعني لو هنعمل غرزه زي دي وخايف الخيط يفلت مني وانا شغال، يعني تخيل انا ماشي بالسيكونس بي وفجاه كده لقيت الخيط من فوق فلت، فانا هضطر اروح فككها كلها واعيده من اول وجديد، ودي مشكله. فانا مش عايز الخيط يفلت مني، فعندي حلين. يا اما ان انا حدي لنفسي مساحه في الخيط، ان انا الخيط بتاعي هيبقى طويل عامله بطول مناسب، وانا شغال ابقى مخلي بالي مش هدوش بدرجه كبيره عشان ما يفلتش مني، او ان انا خلاص انا عملت اول الثريد دخل خلاص في السكان، اروح الطرف هروح عامله كلامبنج بارتري فورسيبس او مسكيتو فورسيبس حاجه صغيره وخلاص، وابتدي اشتغل عمره ما هيفلت. خلاص هو الارتري فورسيبس او المسكيتو فورسيبس ماسكه وانا شغال براحتي خالص، وبعد كده بعد ما بخلص بروح عامل العقده وفكه. تمام. انا هنا بس عشان احنا كده خلاص دي الستشر باترنز اللي احنا هنتكلم عليها، بعد كده هنخش في جزء الستشر ترينر محتاجين نشرح فيه شويه. الستشر باترن دي انا جايبها علشان اقول لكم ان مش كل الكونتينوس ستشر باترن لازم تبتدي بزيرو في الاول. ليه؟ لان زي ما قلت كده احنا في الستاندرد لما جينا حطيناه احنا خلاص عاملين لكل حاجه رول. انا دلوقتي الكوسين من غير سكوير ده انتربتد، الكوسين بسكوير ده كونتينوس. طيب انا دلوقتي عندي معظم الكونتينوس ستشر باترن بتبتدي بزيرو، كلام سليم، بس هل دي حاجه ثابته؟ لا دي مش حاجه ثابته. الدليل فين؟ الدليل اهو دلوقتي دي غرزه اسمها الوينش ستيتش. الوينش ستيتش دي كونتينوس ستشر باترن ورغم تعملها بعد ما بخلص، فبالتالي الغرزة هتبتدي ازاي؟ هخش من واحد اتنين بعد كده تلاتة اربعة وبعد كده هفضل مكمل بنفس السيكونس، ولما هوصل في الاخر هروح عامل العقدة بتاعتي. فبناء عليه الغرزة دي بمجرد ما هشوفها كده من غير ما بص، لان انا لو ما بصتش وما خدتش بالي ان في سكوير، لو انا ماشي على المبدأ القديم يبقى ايه ده؟ واحد اتنين تلاتة اربعة زيرو دي انتربتد سويتش زيرو جاي في الاخر. ان السكوير تبقى دي ايه؟ تبقى الغرزة دي اسمها ايه؟ مين شاطر يقول؟ لو شن السكوير سيمبل انتربتد؟ لا الكروشيت بالظبط كده، بالظبط كده دي تبقى الكروشيت سوشر باترن. واحد اتنين تلاتة اربعة انتربتد كروشيت باترن. لما حطيت لها السكوير هنا يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده هروح ماشي بالسيكونس بتاعي سكوير، يبقى العقده هتتعقد في الاخر وهي كونتينوس ستيتشر باترن، بالتالي هتبقى الوينش ستيتش. بس انا جايبه بس عشان ايه؟ بس نوضح الديفرنشيشن ما بين الستيتشز وبعضها. طيب بعد كده دي كان جزء النوت تاينج. النوت تاينج طبعا جزء مهم جدا ان احنا طبعا نبقى عارفينه. بصراحه النوت تاينج زي ما اتكلمت عنه امبارح كده في الانترودكشن قلت ان احنا هنتكلم عنه كده بس از نيمز. النوت تاينج محتاج براكتيكال، محتاج ان انت تبقى قاعد وحد بيشتغل النوت قدامك. ممكن ابعت لكم فيديوهات على طرق النوت تاينج المختلفه، بس انا بس حابب ان انا اذكر الاسامي بتاعتها. هوريكم برضو شويه صور بس مش هنقف عندها كتير. عندي انواع من النوت تاينج، عندي حاجه اسمها السكوير نوت. السكوير نوت عندي منها نوعين، عندي الوان هاند تكنيك وعندي التو هاند تكنيك. بعد كده عندي حاجه اسمها السيرج نوت، دي مشهوره جدا معظم السيرجنز بيستخدموها. عندي الديب تاي. ديب تاي لما مثلا ببقى حابب اعمل ليجيشن لارتري او بلاد فيسلز موجود جوه وانا مش قادر اطوله او في حاجات بتمنعني ان انا اوصله، فبالتالي لازم ان انا اتعامل معاه ديب تاي نوت. بعد كده عندي الليجيشن اراوند الهيموستاتيك كلامب، باستخدام الهيموستاتيك كلامب ان انا لو عندي بلاد فيسلز حصل فيه تير فمحتاج ان انا اقفله، فبربط عليه الاول بالكلامب وببقى ماسك الكلامب كده وببتدي ان انا اعمل نوت حواليه. واخر حاجه طبعا الانسترومنتال تاي، دي اللي احنا بنستخدمها اوريدي بعد كل سوتشر باترن بنعملها، ازاي اعقد العقده بتاعتي سواء العقده الاولانيه او العقده الاخيره، او لو انا شغال انتربتد سوتشر كل تكنيك بعمله فانا محتاج ان انا اعمل له عقده بيبقى ليها تكنيك برضو هنبص عليه. احنا عندنا السكوير نوت، عندنا الوان هاند تكنيك. احنا بس هنبص كده، يعني هو السيرجن بيبتدي بواحد زي ما احنا شايفين كده بالترتيب، واحد بعد كده بيخش 2 3 4 لحد ما بيبقى ده شكلها النهائي رقم 4. هنبص بس على الشكل النهائي بيبقى عامل ازاي. بعد كده عندي السكوير نوت التو هاند تكنيك، هو هنا بيستخدم الايدين عشان يعمل التكنيك ده، وبيبقى شكل النهائي للغرز زي ما احنا للعقد بيبقى زي ما احنا شايفينه كده في رقم 12.
بتمبلز دي ان شاء الله هبعتها لكم في الـ في الـ في البي دي اف بارت 2. إيه لو حد حابب ان هو يجربه هو في البيت يجيب. يعني انا لما كنت بشتغل النوت تاينج عشان اتعلمه كنت بتعلم سوري انا اسف بروبات شوز، يعني بجيب بروبات الشوز كده يعني هو هنا ملونه نصين عشان يبقى عارف كل جزء فين عشان انت تتفرج عليه ما تتلخبطش. انت طبعا ممكن تشتغل عليه عادي مش محتاج ان انت تفرق الالوان بتاعته يعني. فتجيب الشوز وبتربطه في حاجه، يعني بتعديه من حاجه وبتبقى خلاص التو ايدجز انت ماسكهم زي ما السيرجن ماسكهم كده، وتبتدي بقى ان انت تتمرن ازاي ان انت تعمل النوتس دي. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتعلم تكنيكس، يعني هو في كذا تكنيك انت ممكن تستخدمه. يعني السكويد نوت قلنا في منه تو تكنيكس، انت ممكن تستخدم اي واحد فيهم، الاثنين بيأدوا نفس الغرض على حسب التكنيك اللي انت بتبقى مرتاح له وعلى حسب المكان طبعا اللي انت بتبقى شغال فيه. انت بتحدد بتستخدم هل الوان هاند او التو هاند. بعد كده عندي السيرجن او الفريكشن نوت برضه التكنيكس بتاعها زي ما احنا شايفينه كده برضو هيبقى موجود في البي دي اف. بعد كده الديب تاي، انا بس عايز اوريكم الديب تاي بيبقى عامل ازاي. هو هنا السيرجن عامل زي حط زي كوبايه كده، وهو بيربط جوه بحيث ان هو ما عندوش المساحه ان هو يعقد جامد او ان هو يضغط على النوت بتاعته جامد عشان يعقدها. يعني انا لو عندي المنظر ده وانا فوق وعايز اربطها عمرها ما هتتربط، الستراكشر ده هيمنعني. فتكنيك الديب تاينج ده عشان اقدر اوصل للاماكن الانترنالي اللي انا مش قادر اوصل لها. برضو تكنيك مهم لازم برضو لازم نبقى عارفينه. طبعا الليجيشن بالهيموستاتيك كلام زي ما اتكلمنا كده، يعني هو هنا بيفترض ان ده ارتري او بلاد فيسل بين مثلا في مشكله حصل ان هو اتقطع، فهو قافل عليه من فوق وبيبتدي ان هو يعمل له ليجيشن عشان بعد كده يشيل الكلام ده وخلاص كده يحصل ان هو خلاص كده عمل بلوكج للبلاد فيسل. في طريقتين منه. بعد كده اخر حاجه عندي الانسترومنتال تاي، طبعا دي الطريقه اللي احنا بنعقد بيها العقده طبعا بعد ما بنخلص الغرزه بتاعتنا. يعني بيبقى ليها طريقه كده ان انا بيبقى عندي الطرف اللي انا ببقى ماسكه وماسك الكلام في ايدي، ببتدي الف لفتين على الكلام وبفتح الكلام بمسك الطرف الاولاني واروح شادد، تروح عامل عقده بروح مكررها مره او مرتين على حسب. طبعا احنا اتكلمنا امبارح لو الناس فاكره على المونوفيلمنت والمالتي فيلمنت، لو بنتكلم على السوتشر ماتيريال احنا عندنا المونو بيبقى محتاج اكتر من عقده وانا شغال فيه عشان يمسك كويس. يعني لو انا شغال في غرزه وبستخدم السوتشر ماتيريال بتاعي الخيط اللي انا بستخدمه مونوفيلمنت، فانا محتاج ان انا اعمل اكتر من عقده. لو مالتي فيلمنت ممكن اعمل عقدتين ماكسيمم يعني. طيب بعد كده البوست سوتشرنج تكنيك، طبعا بعد ما بتخلص الغرز الجراحيه وبتسيب البيشنت فتره على حسب المكان اللي هو موجود فيه، طبعا تبقى محتاج ان انت بعد كده تعمل سوتشر ريموفينج. طبعا السوتشر ريموفينج بيعتمد على حاجات كتير منها الريت اوف هيلينج زي ما اتكلمنا برضو امبارح في الانترودكشن، قلنا ان كل سبيشيز بيختلف عن السبيشيز الثاني في الديوريشن بتاعه الوند هيلينج، وممكن انسايد السبيشيز الواحد ذات نفسه يبقى في انديفيديوال فاريشن. وطبعا اكوردنج تو انجر اوف ذا وند، ان انا عندي في جروح بتاخد فترات اطول في عشان اشيل الغرز منها، لو مثلا مكان في تنشن كتير مفصل مثلا بيتحرك كتير، المكان اللي فيه الوند حواليه مصل بيتحرك كتير فبالتالي بتضغط على الاستيتش فبتقلل الوند هيلينج. على حسب طبعا كل ده انا بحدد امتى اقدر ان انا اعمل سوتش ريموفينج. طبعا دي الديوريشن، طبعا ده المتوسط، وزي ما قلنا طبعا ده انديفيدوال فاريشن بس ده المتوسط. يعني لو عندي في الابدومن بقعد من 10 ل 12 يوم، لو في الشيست برضه نفس الكلام. الهاند والفيت طبعا زي ما قلنا المكان ده بيبقى تنشن كتير جدا عشان قلنا ده بيبقى فيه الفريكشن والفليكشن والحركه بتبقى فيها كتيره فبالتالي بياخد وقت اطول في ان انا افك الغرز بتاعتي. عندي طبعا الاي برو الحاجب عندي هنا بتبقى طبعا فتره قليله ممكن من 4 لـ5 ايام وفك الستيتش بتاعتي عادي. الاورال كافيتي ممكن يقعد لـ8 ايام، الاير ممكن يقعد لـ6 ايام. طيب ايه الستيبس طبعا وانا بعمل سوتشر ريموف؟ طبعا لازم ابقى شغال في مكان كلين، الانسترومنتس اللي انا بستخدمها لازم طبعا تبقى كلها كلين عشان طبعا الانفكشن. اول حاجه طبعا بعمل كليننج للاريا بالانتيسيبتيك، ممكن استخدم الهيدروجين بيروكسيد، ممكن استخدم الايودين. بعد كده بمسك التب بتاعت، لو فلنفترض ان انا مثلا هفك ستيتش سيمبل انتربتد، فبالتالي انا هروح ماسك التب اللي انا عامل فيها النوت
بالارتري بالسوري بالنيدل هولدر او بالارتري فورسبس ايا كان انا هستخدمه، وببتدي ان انا اعمل لها جراسبنج بسيط كده لحد لفوق، فبالتالي بيبقى فيه زي فراغ ما بين الخيط ذات نفسه وما بين الجلد او المكان اللي انا مخيط فيه، وببتدي ان انا استخدم دبل شارب سيزر عشان ان انا اقدر اخش بالايدج بتاعتي واروح قاطع الطرف بتاعه واروح سده من الطرف اللي انا عامله فيه النوت، عشان طبعا اقلل اكبر عدد من مرور الخيط من السكن، فبالتالي ما يعمليش مشاكل. دي بمنتهى البساطه يعني طريقه فك الغرز، واكيد الموضوع ده يعني موضوع سهل جدا في موضوع فك الغرز. لازم بس ابقى اخد في حساباتي ان انا لو عامل سيمبل كونتينوس سوتشر لازم ابقى متاكد ان كل السوتشر اللي انا عملتها طلعت، عشان ممكن في اجزاء ساعات انا لما باجي افك السيمبل انتربت سوري السيمبل كونتينوس، فانا عشان ما اشدش الخيط كله مره واحده ويعمل لي مشاكل كتير الفريكشن يعدي فيه مره واحده كله ده هيعمل لي مشاكل، فانا ببتدي اقطع في كل بوينت الخيط معدي فيها، فببتدي اشدهم واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه علشان اقلل الاحتكاك ما بين الخيط والجلد. فبالتالي ممكن وانا بشدها جزء يفضل موجود او في جزء مثلا يبقى اندرلاينج ما اخدش بالي منه ما اقدرش ان انا اشده، فده ممكن يعمل لي بعد انفكشن، يعمل لي كونتامينيشن وبعد الكونتامينيشن يعمل لي انفكشن. وطبعا لو بشتغل انتربتد بحتاج ان انا طبعا اعد العدد الستيتشز اللي انا كنت عاملها، ببقى مسجله وببقى عارف ان انا مثلا هنا عامل 10 ستيتشز، فانا هعد 10 ستيتشز موجوده وبقارن طبعا يعني احجامهم ببعض، بشوف هل في واحد مثلا اصغر من الثاني، يبقى ده معناه انه ده ممكن يبقى انديكيتور ان في جزء من الستيتش موجوده جوه، لازم طبعا احاول على قد ما اقدر ان انا اخرجه عشان ما تعمليش مشاكل. ده بالنسبه ده بمنتهى البساطه كده البوست سوتشرنج تكنيك او السوتشر ريموفل. بعد كده هنتكلم على السوتشر ترينر، ده جزء مهم جدا يمكن اهميته باهميه السوتشر كودنج، لان السوتشر ترينر هو كان اول حاجه اشتغلنا عليها ومن خلالها ابتدينا وان احنا وصلنا للسوتشر كودنج. هو بيساعدك جدا ان انت تتعلم التكنيك ده، لان هو بيبقى عاطي لك بتقدر من خلالها انت تمشي عليها وتبتدي ان انت تتعلم السكيلز بتاعتك بكذا فيز بكذا طريقه. طيب احنا لو جينا بصينا على شكل السوتشر ترينر، احنا عندنا السوتشر ترينر يعني زي ما احنا شايفينه كده، هو عباره عن بورد. البورد دي بالظبط بيبقى مقاسها حوالي 15 × 10. البورد دي بيبقى عليها جايد لاينز، بتبقى مطبوع عليها الجايد لاينز. طبعا الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها هي بتبقى ماتيريال الاستيك، بتديك زي فيلينج كده بالتاتشنج بتاع السكن، مش بس الفيلينج كمان احساس السيكنس بتاع السكن، مش مجرد بس ان انا يعني مثلا فنفترض ان انا شغال على سفنجه او شغال على طاول او شغال مثلا على اي ماتيريال، انا بحس ان انا النيدل بتخش وتطلع بمنتهى السهوله، ده ما بيحصلش في الطبيعي. يعني الدكاتره اللي اكيد كتير مننا اشتغل جراحه اكيد وهو بيشتغل في اماكن بيخش فيها كانه يعني عايز يجيب شاكوش ويخبط على النيدل عشان تعدي، وطبعا على حسب السبيشيز اللي انت شغال فيه وعلى حسب المكان اللي انت شغال فيه، فان انت تحس كمان بنفس احساس البريشر اللي انت بتحس بيه ده هو بيقدم لك الموضوع ده. لو جينا بصينا برضو هو مكون من جزئين، الجزء الاولاني ده الفيرست فيز، دي اللي بيبقى عليها الجايد لاينز، بيبقى محطوط عليها البوينت زي ما احنا شايفين كده، وهنشرح كل بوينت من دي ايه وظيفتها واستخدامها ازاي. وعندنا الجزء الثاني بيبقى بلين يعني ما فيش عليه اي رسومات، ده عشان انت بعد كده بعد ما خلصت بتعدي اول مرحله ان انت خلاص خدت الترتيب بتاعك او خدت المراحل بتاعتك بالترتيب، خلاص انا كده عايز اشتغل بقى كاني شغال على جلد طبيعي من غير اي جايد لاينز عليه. محمد مفيش صوت. دكتور محمد يا دكتور
تقريبا فصل عند دكتور محمد. طيب يعني اعتقد ان هو دقيقتين كده بالظبط وهيدخل ان شاء الله. اي دكتور اتفضل. أنا آسف شباب معلش النت قطع، أنا آسف. إحنا رجعنا تاني كده، سامعني؟ سامعينك يا دكتور محمد. معلش النهاردة مش عارف إيه المشكلة، بس يعني اعذروني معلش. تمام، هنتكلم على السوتشر بقى ترينر كده بالتفصيل. احنا عندنا مقسمين الفيزز، هنا مقسمينها ل 3 فيزز، والفيز الاخيره طبعا في البلين اللي احنا اتكلمنا عليه. اول فيز اللي هي الانترو فيز. الانترو فيز انت مجرد ان انت بتتبع التعليمات بحذافيرها. يعني ايه؟ يعني انا باجي هنا في النص وبعمل ثواني، باجي هنا كده وبروح عامل الكات الانسيجن بتاعتي، يعني بجيب المشرط وبروح قاطع الخط ده بالطول كده. حلو كده. طيب انا عندي جايد لاينز بقى. الجايد لاينز اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها، ال1 وال3 اللي هو 1 2 3 4 5 لحد 8 والايه لحد الايه لحد الاتش. طيب انت بتيجي، انا دلوقتي هشتغل، فلنفترض مثلا سيمبل انتربت سويتش، يبقى انا هخش منين؟ هعمل واحد، هخش من واحد اطلع من اتنين واروح اعمل العقد. طيب انا هخش اشتغل هوريزونتال ماتريز، هشتغل هوريزونتال ازاي؟ هخش واحد اتنين اربعة تلاتة وراح اعمل العود، صح كده؟ فانت بتعمل ايه في الانترو فيز؟ انا بيبقى قدامي الكودينج مكتوبة، ببتدي ان انا امشي على الكود اللي انا شايفه. يعني انا هشتغل فيرتيكال ماتريز، فانا الفيرتيكال ماتريز قدامي بتقول لي ان انا هشتغل ايه بي 2 1 0، يبقى انا هخش من ايه امشي على البوينت اطلع من بي، وبعد كده اخش على 2 اطلع من الواحد واروح عامل العقده بتاعتي. يبقى دي الهوريزونتال الفيرتيكال ماتريز. انتوا فاهمين يا شباب؟ تمام كده؟ في حد عنده مشكله؟ مفيش حد. طيب يبقى ده اول جزء اللي هو الانترو فيز. طيب الجزء اللي في النص ده ايه؟ ده جزء النوت. عباره عن ايه؟ ان انا بجيب الخيط بتاع النوت اللي احنا لسه اتكلمنا عنه من شويه، وبروح فاتح هنا وفاتح هنا ومعدي الخيط في الاثنين. بقى عندي خلاص انا ماسك الخيط مع في ايديا كده. ببتدي بقى ان انا اشتغل النوت تاي اللي احنا ما اتكلمناش عليها، اللي قلنا اسمائها بس السيرجن والسكوير والديب تاي والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، ببتدي ان انا اشتغل في الجزء ده. ده بالنسبه لجزء الانتروفيز. يبقى انا جزء الانتروفيز مقسم ان انا عندي بعمل الانسيجن والجايد لاينز كلها محطوطه عليه، وابتدي ان انا اتبع الجايد لاينز من هنا، سواء بقى هخش واحد اتنين زي ما اتكلمنا وبعمل العقده، او ايا كان شكل الاستيتش اللي احنا اتكلمنا عليها بالكود بتاعها. طيب والله انا خلاص، انا الموضوع بقى بالنسبه لي خلاص، انا السكيلز بقت موجوده عندي خلاص، انا بقيت عارف ان اي بي 2 1 0 دي الفيرتيكال ماتريس. انت هتوصل لمرحله كده اللي هو ايه، بمجرد ما تسمع كود انا عارف ان الكود ده بتاع الغرزه الفلانيه، 1 1 2 4 3 0 دي الهوريزونتال، 1 2 3 4 0 دي الكروشيه، اي بي سوري اي 1 2 بي 0 دي اللامبرت انتربتد. في تاني عندي مثلا الكاشينج والكونل، عندي الكاشينج 1 3 4 6 1 سوري 1 3 4 6 بالظبط، 1 3 4 6 دي الكاشينج، بس هعملها على 3، الكونل هعملها على 4. فانت بتوصل خلاص انا عديت المرحله بتاعت الانترو، فهخش بقى في المرحله اللي بعديها. هخش فين؟ هخش في الجزء التاني ده اللي هو البيجيننج ليفل. البيجيننج ليفل زي ما احنا مرقمينه كده، عندنا واحد اتنين تلاتة. الواحد ده بشتغل فيها الغرز اللي هي السيمبل. زي ايه؟ زي السيمبل انتربتد، السيمبل كونتينوس. ايه تاني ممكن اشتغله هنا؟ مين من الشباب حابب يشارك؟ يعني الرقم واحد هنا ممكن اشتغل عليه غرز ايه؟ ايه الغرز اللي ممكن اشتغل على الشكل ده؟ كروشيت. ايوه دكتور سامح، ممكن نشتغل عليه كروشيت. هيبقى في كروشيت. ايه تاني غير الكروشيت؟ صح،
الهوريزونتال ماتريس. الهوريزونتال ماتريس صح. ينفع اشتغل فيرتيكال ماتريس هنا؟ لا يا دكتور لا. طب الفيرتيكال ماتريس هشتغلها فين؟ هشتغلها في 3. ليه؟ لان انا عندي في 3 هنا محدد لي النير والفار، يعني انا عندي 2 بوينتس على الايتش، فانا هنا لو هشتغل في 3 هشتغل الفيرتيكال ماتريس، هشتغل ازاي؟ هخش من البوينت دي اللي هي تعتبر A، هطلع من البوينت دي اللي هي تعتبر B، بعد كده اخش من البوينت دي اللي هي 2، بعد كده هطلع من هنا اللي هي 1، وبعد كده هعمل العقده بتاعتي. الفرق ما بين هنا الجزء ده والجزء الثاني ان انا هنا خلاص انا عديت مرحله ان انا الجايد لاينز محطوطه قدامي الارقام والرموز، وبقيت انا خلاص انا بتخيل مع نفسي الارقام والرموز من غير ما ابص عليها. حلو كده. طيب بالنسبه لرقم 2، رقم 2 دي هتفيدني في ايه؟ رقم 2 دي هتفيدني وانا شغال السب كوتيكولر سوتشر باتن، هتفيدني وانا شغال الغرز الجراحيه التجميليه اللي هي ما بتبقاش على السكين من فوق. فانا بالتالي بعمل ايه؟ بروح فاتح هنا كده، هنشوفها في الفيديوهات، بروح فاتح هنا كده وبخش الابره بعديها من اللاين ده من جوه، طبعا كله على الايدج من جوه، واروح مطلعها من اللاين ده واكمل من اللاين ده على اللاين ده وهكذا، ببقى ماشي جوه الووند ايدج من جوه مش من فوق، ببقى ماشي من جوه. فبالتالي انا كده عندي السوتشر ترينر هنا كده انا بشتغل عليه كل الانواع اللي احنا خدناها، سواء بشتغل على 1 بوينت او على 2 بوينت او بشتغل في اللايرز ذات نفسها زي السب كوتيكولر نسل. طيب احنا عدينا خلاص الانترو فيز وعدينا البيجيننج فيز، بعد كده بنخش على الادفانسد فيز او الادفانسد ليفل. الادفانسد ليفل هنا لو هنلاحظ هنا في خطوط بس، اللي هو مجرد بس ان هو بيديك انديكيتور انت هتقطع الوند بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. ببتدي ان انا اقطع وببتدي بقى انا خلاص بتبقى ايدي اشتغلت على فيز 1 وفيز 2 اللي هي الانترو والانترميديت او البيجيننج. ببتدي في الادفانسد. الادفانسد مجرد بس ان انا بفتح وببتدي بقى انا بايدي اللي بتحدد الابره هتخش فين وتطلع منين بناء على الشغل اللي انا اشتغلته في المرحلتين الاولانيين. خلاص انا كده وصلت ان انا اتعلمت على البورد، اتعلمت ابتديتها مراحل من الانترو للبيجيننج للادفانسد، بعد كده خلاص انا مش محتاج ان انا يبقى عندي جايد لاينز ولا حتى مكان يحدد لي انا هفتح الجرح بتاعي فين، انا بخش بعد كده على البروفيشنال ليفل. خلاص هو جرح، هو البورد قدامي بلين، ببتدي ان انا اقطع فيها زي ما انا عايز، بقى بقطع جرح قطعي، بعمله على حرف اس، بعمله فيرس سترينج، ايا كان اللي انا عايز اقطعه، ايا كان الشكل اللي انا عايز اشتغله، وببتدي طيب لو جينا دخلنا يعني الـ الاستخدام بقى، يعني ازاي انا بستخدمه السوتشر ترينر ده. اولا هل السوتشر ترينر ده احنا اللي مخترعينه؟ لا، السوتشر ترينر ده احنا لو اتكلمنا، لو الناس فاكره في الانترودكشن اتكلمنا ان السوتشر ترينر هو كان بدايه السوتشر كودنج، ان احنا فكرنا وقعدنا ندور الناس بره تشتغل على ايه، لقينا ان الناس بره تشتغل على سوتشر ترينر بيجيبوا ماتيريالز مختلفه. احنا لو عملنا سيرش على جوجل على كلمه سوتشر ترينر هنلاقي انواع كتير جدا وشركات كتير جدا على مستوى العالم بتعمل سوتشر ترينر. ايه المختلف في السوتشر ترينر اللي احنا عاملينه؟ السوتشر ترينر اللي احنا عاملينه عليه الجايد لاينز اللي احنا عاملينها، فبالتالي بيسهل اكتر، يعني هم بره حاطينها بوينتس من غير جايد لاينز عليه، وطبعا الماتيريالز تختلف وطريقه الفيكسيشن كمان بتختلف. ويمكن هو ده اللي انا بتكلم عليه النهارده، احنا السوتشر ترينر عندنا مختلف عن السوتشر ترينر اللي موجود بره، ان السوتشر ترينر بره انت بتحطه على البورد على الترابيزه اللي انت بتشتغل عليها وبتبتدي ان انت تشتغل عليه. السوتشر ترينر عندنا انت بتعمله فيكسيشن، بتعمله فيكسيشن من خلال فيكسنج بيلت، بيبقى رابر بنت رابر بيلت بتبتدي الاستيك بيلت بتبتدي ان انت تثبته عندك تو واي اوف فيكسيشن. والله انا واحد عايز اتعلم وللاسف ما عنديش حد يساعدني، يعني ما فيش حد معايا، انا وهو مثلا بنتعلم، فانا مثلا عايز اتعلم عليه فبروح ملبسه السوتشر ترينر بالفيكسنج بيلت مثلا على دراعه زي ما احنا شايفين في الصوره كده وببتدي ان انا اجرب عليه، فانا اوريدي خلاص انا كده سيميوليتد ان انا شغال على حاله، لبس السوتشر ترينر وببتدي ان انا بقطع في السوتشر ترينر وببتدي ان انا اخيط فيه. طبعا الفيكسنج بيلت اللي تحتيه ده بيحمي الشخص اللي احنا بنتعلم عليه ان هو الـ سواء النيدل او السكالبل ان هو يعدي ويعمل له مشاكل. طيب انا ما عنديش الاسيستنت ده، هعمل ايه؟ هعمل فيكسنج سيلف فيكسنج زي ما احنا شايفين كده، هبتدي ان انا اقعد على كرسي وانا فارد ظهري بقاعدة مستقيمه وببتدي ان انا اثبت السوتشر ترينر ده فوق الني جوينت،
زي ما احنا شايفين، وببتدي ان انا الادوات بتبقى حواليا جنبي، وببتدي ان انا بفتح وبشتغل وبقعد بمنتهى البساطه. وده طبعا ده الحاجات دي زي ما قلت لحضراتكم كده، الحاجات دي احنا اللي عاملينها، اللي بره بيبقى محطوط على انت بتحطه على البورد وبتشتغل عليه. ودي طريقه بقى الشغل. انت اول حاجه بتعملها طبعا ان انت بتقطع اللاين، تعمل كاتنج في اللاينز. بعد كده بتبتدي بقى ان انت تختار السوتشرز اللي انت عايزها، بتبتدي طبعا في الخطوات من الانترو للبيجيننج للادفانسد للبروفيشنال. وبعد كده تقعد تكرر الستيتشز بتاعتك كذا مره، يعني الديورابيلتي بتاعت السوتشر تري ممكن تستحمل اكتر من في كل بوينت، ممكن تستحمل اكتر من 10 او 15 مره. بعد كده ممكن بيحصل تيرنج فيها او طبعا بتبقى في مشاكل. بس انت متخيل عندك مثلا انت بتتكلم هنا عد كام بوينت، وعد كل بوينت هتستخدمه 10 مرات، انت السوتشر ترينر بورد الواحده ممكن تشتغل عليها حوالي 1200 غرزه. لو حسبناها عمليه حسابات بسيطه هتلاقي ان انت ممكن تشتغل على البورد الواحده 1200 غرزه. وده كان من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها، ان احنا عايزين الحاجات دي تبقى متوفره بحيث ان الطالب يستخدمها اكتر من مره، علشان يقدر على قد ما يقدر كل ما تشتغل اكتر كل ما السكيلز بتاعتك بتزيد اكتر. يعني كل ما انت بتلاقي ايدك شغاله اكتر وبتتمرن اكتر، كل ما انت بعد كده خلاص الموضوع بالنسبه لك بيبقى في منتهى السهوله. يعني تخيل الاعظم جراح ممكن يكون عمل كام غرزه في حياته. فالموضوع بحسبه بسيطه انت بتتكلم 1200 غرزه، ده رقم كبير جدا. يعني انت عشان تقعد اكيد طبعا مش هي الماتيريال بتاعتها يعني. هي دكتور محمد، بس الفكره ان العدد كبير فالسكيل. دكتور معلش الماتيريال بتاعتها ايه؟ معلش انا بصراحه مش متخيل ازاي احطها على ركبي واشتغل عليها. هنشوفها في الفيديو دكتور، هنشوف نشوفها. ماشي. بس على فكره دي مفيده جدا في مراكز تدريب البيطريه. يعني مثلا احنا كنا في المركز العلمي في الاطباء البيطريين كنا جايبين نماذج جلد حقيقيه عشان الناس تشتغل عليها سوتشرنج. بصراحه اول مره اسمع منك على الدكتور شباب بتقول لك هنغز نفسنا. يعني دكتور شباب بتقول لك هنغز نفسنا دكتور. لا 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 خالص. لا 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 تمام خلاص. انا مستني فعلا اتفرج على الفيديو، لان الموضوع فعلا انا بقول لحضرتك كنا في المركز العلمي بنجيب نماذج جلد عشان نعلم عليها الناس التدريب على السوتشرينج. دكتور محمد انت معايا؟ ايوه دكتور معاك. معلش تمام يا دكتور ولايم، انت سامعني كده؟ تمام. فعلا عايز اتخيلها لان هي مفيده جدا في مراكز التدريب. فعلا تقدر تاهل بها عدد كبير من الزملاء على السوتشرنج ان هم يتعلموا القصه. طيب ماشي نكمل. بالظبط يا دكتور. هنكمل. احنا هنا المفروض بقى الهاند اون تريننج، هنتكلم بقى البراكتيكال. احنا طبعا البراكتيكال خلينا الناس بتسال هي متوفره فين في مصر دلوقتي، لازم نبقى قاعدين شايفين الناس بتشتغل ازاي. بس احنا على قد ما نقدر هنحاول ان احنا ايه على قد ما نقدر هنحاول ان احنا نوصل الموضوع ممكن يمشي ازاي. تمام. فلو جينا بصينا مثلا على اول غرزه عندنا هي السيمبل انترابتد ستراكشر. انا عايزكم تتفرجوا كده الفيديو شغال يا شباب. الدنيا تمام؟ تمام. هو بطيء شويه بس شغال. تمام. بصوا شباب احنا في الاول هنا احنا عملنا هي متواجده هنا في مصر يا دكتور من الاول. يعني هو السوتشر ترينر دي متواجده هنا دلوقتي؟ متواجده بس هي لسه مش متوفره. يعني فهي الفكره كلها كل ده ترايلز، فاحنا على قد ما بنقدر بنحاول نوفرها في الاماكن اللي بنقدر نوفرها فيها علشان الناس تتعلم. انا عايزكم بس تركزوا في الفيديو. احنا عملنا اول حاجه الانسيجن، قطعنا في النص، وبصوا الحركه بتاعه النيدل. انت كانك فاتح يعني فاتح فعلا ووند، يعني شكل الايدج مع الشكل انت حاسس ان انت فاتح ووند. بعد كده تبتدي انت تخيط، وبعد كده بقطع. دي السيمبل انترابتد سوتشر، واضحه يا شباب للناس؟ بعد كده بقطع السوتشر. ادي اول ستيتش عندي هي السيمبل انترابتد سوتشر. طيب تعالوا نشوف كده الكونتينوس اللي هو الكود بتاعها ايه. 0 1 2
تلاتة أربعة سكوير. أول حاجة بعملها بعمل إيه؟ كده اتنين تلاتة أربعة أفضل مكمل لحد الآخر، وبعد كده هعمل العودة الإيه؟ العودة الأخيرة بتاعتي. يمكن الفيديو مش شغال. حابب بس اقول لكم ده كان الاديشن القديم، يعني دكتور محمد في برضه لسه مشاكل في الكونكشن، الصوت والصوره بيروحوا ويجوا. دكتور محمد فصل. انا معاكم يا شباب، مش يعني طب انا عندي اقتراح. دكتور محمد اقفل الفيديو بتاع حضرتك وخلي بس البرزنتيشن عشان الاثنين مع بعض ممكن يكونوا متقلين ال تمام الكونكشن. ماشي يعني خلي بس ايوه يعني خلي الفيديو بس ماشي اتفضل. تمام يا شباب، دي احنا قلنا دي السيمبل كونتينوس. احنا بنعمل اول حاجه اول نوت عندنا، وبعد كده بنبتدي نخش واحد اتنين تلاته اربعه ونفضل مكملين للاخر. انا كده دخلت من واحد طلعت من اتنين، بعد كده تلاته اربعه، وافضل طبعا مكمل لحد ما اوصل للاخر، وبعد كده هعمل النوته الاخيره بتاعتي، ودي السيمبل كونتينوس. لو في حد يا شباب عايز يكومنت او عنده اي سؤال ممكن ناخد الاسئله، يعني احنا شغالين دلوقتي ده المفروض ده البراكتيكال سيشن. طبعا انا هبعت لكم الحاجات دي كلها تتفرجوا عليها، لو حد حابب ان هو يطبق الكلام ده هو قاعد في البيت ممكن يطبقه عادي مفيش مشكله. فدلوقتي ممكن الناس مجهزه الشرابات والمخدات والسفنجه يا دكتور. طيب تمام، من امبارح متفقين. ايوه تمام تلاقي ناس شغاله دلوقتي. طبعا انا هنا ما كملتش للاخر، يعني انا بس حبيت اوريكم احنا طبعا المفروض نكمل الوند للاخر لحد ما تخلص، بس هنا مجرد بس توضيح احنا هنا بنعمل ايه. دي كده السيمبل كونتينوس سوتشر باتل. طيب تعالوا ناخد واحده كمان، دي الكروشيت. الكروشيت قلنا شكلها عامل ازاي، واحد اتنين تلاته اربعه، وبعد كده بعمل العقده بتاعتي. انا عايز اقول لكم هنا في الفيديو، يعني انا هنا شغال انا قاعد على الكرسي ومثبت السوشيال ترينر على رجلي ومفيش اي خالص، الناس اللي كانت خايفه ان الموضوع سيف يعني. انتوا معايا يا شباب صح؟ الفيديوهات واضحه وشغاله كويس؟ تمام. طيب الفورد انترلوك بقى، يعني خلينا نركز هنا. الفورد انترلوك اتكلمنا عنها، عايزكم بس تركزوا في الفورد انترلوك، لان احنا قلنا الفورد انترلوك لو ما عملتهاش صح ممكن تبقى كونتينوس. عايزكم تبصوا بس شكل الخيط بيبقى فين والدايركشن بتاعه من الابره عامل ازاي. بصوا هنا كده يا شباب، احنا هنا هنخش من واحد نطلع من اثنين، بس الابره هتبقى فين؟ بص انا عملت ايه؟ انا وسعت الخيط بتاعي، انا ماسك الخيط ورا الابره. فلما جيت قفلت عملت ايه؟ عملت اللوكينج ده. هتتعمل تاني، هنخش من ثلاثة نطلع من أربعة، والخيط هيبقى ورا الإبرة. طيب لو الخيط قبل الإبرة هتلاقيني أوتوماتيك عملت السيمبل كونتينوس.
عشان كده اللوكينج ده هو اللي بيفصل ما بينهم هما الاثنين. هي في انت مع مع البراكتس هتحس هتلاقي في نفسك الموضوع بقى بسيط كده، هتتلخبط هتلاقي نفسك انت عايز تعملها فورد انترلوك بس مش عارف تظبطها ازاي. دكتورة سلمى اتفضلي. دكتور بس انا عايز اعرف هو الفورد انترلوك يعني ايه اكتر انديكيشن ليها، يعني الموست كومن انديكيشن اللي ممكن استخدم فيها الانديكيشن للفورد انترلوك يا دكتور؟ حضرتك سامعاني؟ اتفضل سامعاني. الفورد انترلوك هي تنشن سوتشر، يعني ايه؟ يعني بستخدمها في المكان اللي انا ببقى حابب ان انا اعمل فيه الغرزه تبقى اقوى غرزه اقدر استخدمها، هي الفورد انترلوك بتبقى ماسكه جامد جدا في المكان اللي انا بعملها فيه. فافضل مكان ممكن استخدمها فيه، فلنفترض ان انا مثلا بعمل رومينوتومي وحده مش عايز ان هو الانيمال بتحرك كتير والمكان ده كل ما اعمل فيه حاجه بتتفك، فافضل مكان فيه ممكن سمعيني شباب. انا كنت سامع حضرتك لحد حته الهيفي اللي هي لو عندي مثلا بعمل مونوتومي و والاماكن اللي فيها فليكشن، يعني في الاماكن فيها يعني فلنفترض مثلا انا عندي مكان فوق الـ في الني جوينت مثلا، تمام. المكان ده انا امبارح اتكلمت انا ممكن القطع بيبقى واخد جزء من الصاي ومعدي على الني جوينت، فالمكان ده بيتحرك كتير، فلو الحركه الكتير دي لو انا عامل سيمبل سوتشر ضعيفه هتتقطع فبالتالي مش هيحصل هيلينج، فانا محتاج اعمل غرزه تمسك المكان ده كويس جدا، فممكن نستخدم الفورد انترلوك. الفكره في ايه؟ الفكره حضرتك اللي بتحددي، انا دلوقتي شغال في مكان الجرح فيه كبير والانيمال السكين بتاعه سيك، وانا عايز اقفل المكان ده جامد ومش عايز ان انا المكان ده بعد كده يحصل له تير والغرزه تتفك لان المكان او الووند كبير، فانا محتاج استخدم غرزه فيها تنشن، فافضل حاجه استخدمها هي الفورد انترلوك. شكرا جدا يا دكتور، متشكره جدا. ماشي يا دكتور، تمام. احنا هنا هنكمل. دي اخر عقده هنعملها. بصوا يا جماعه النوت سيستم اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ اسمه الانسترومنتال تاي، اللي هو انا بعقم العقده بتاعتي باستخدام النيدل هولدر، ودي اسهل حاجه ممكن نستخدمه، دي اهم حاجه لازم نبقى عارفينها. طيب تعالوا نبص على غرزه كمان، دي الهوريزونتال ماتريز. الهوريزونتال ماتريز ازاي؟ قلنا تبقى 1 2 بعد كده 4 3 0. طبعا انا هنا المفروض كل الشغل اللي انا بعمله بالتيشو فورسيبس وببتدي ان انا اشتغل عادي كاني شغال على سكان، بس طبعا عشان الموضوع ما ياخدش وقت طويل فاحنا عايزين بس نوري التكنيك بيبقى عامل ازاي، بنخش منين وبنطلع منين والكودنج بتاعه بيبقى عامل ازاي. طبعا هنا زميلنا اللي كان شغال ما ظبطش النيدل على البوينتس بالظبط، وانت هتعاني من كده برضو. يعني لما تيجي انت عندك فلنفترض انت شغال دلوقتي على سفنجه، شغال على قماش، ايا كان اللي انت شغال عليه وعامل البوينتس بتاعتك ومحددها، هتلاقي نفسك في الاول بتفوت البوينت بتخش الناحيه الثانيه بتزود شويه بتقلل شويه، مع كتر التريننج وان البوينتس بتاعتك قدامك ثابته وانت شايفها قدامك هتلاقي نفسك واحده واحده بتتعود ان انت تظبط ايدك على النقط دي، فانت بعد كده لما هتيجي تشتغل على الريل لايف كيس هتلاقي نفسك خلاص انا اشتغلت على البوينتس كتير والدوتس كتير، فبالتالي خلاص انا ايدي والنيدل هولدر بقوا واخدين على المكان اللي انا شغال عليه، فهتلاقي نفسك انت اوريدي السكيلز بتاعتك زادت، حتى لو انت شغال غرز وشغال
بقالك سنين بتشتغل العمليات وتعمل الجراحة، بس بعد ما تزود السكيلز بتاعتك هتلاقي فعلا الموضوع بالنسبة لك اختلف. وده اللي انا كنت بتكلم عليه امبارح في موضوع ان الجراحة عامة هي فعلا زي حاجات كتير جدا انت لو بعدت عنها مع الوقت بتلاقي نفسك بتفقد السنسيشن بتاعها. عشان كده كل ما انت المفروض فاضي او حابب ان انت تزود السكيلز بتاعتك لازم ان انت دايما تبراكتس اند براكتس اند براكتس. طيب تعالوا ناخد الغرزه اللي بعديها، الفيرتيكال ماتريس. الفيرتيكال ماتريس قلنا بتبقى ازاي، هنخش ايه بعد الاي ايه. في حد فتح المايك يقول لي بعد الاي ايه بي بالظبط، وبعد البي اتنين اثنين، وبعد الاثنين ايه وبعدين زيرو. لا ايه انت قلتي ايه وبعد كده بي وبعد كده ايه وبعدين بي وبعدين اثنين وبعد كده واحد. برافو بالظبط كده، بالظبط. احنا هنا دخلنا ايه وبعد كده بي وبعد كده اثنين اهو، وبعد كده هيخش 1 وبعد كده هيروح عامل العقده. دي الفيرتيكال ماتريس. تمام. عندنا الغرزة اللي بعد كده النير فار فار نير. النير قلنا نير يعني ايه؟ يعني واحد. دي اقرب نقطة من الوند ايتش. بعد كده فار ابعد نقطة ايه هتبقى البي. وبعد كده بعد كده فار تاني. هيروح داخل ايه؟ يعني هو دخل واحد نير بعد كده فار بي. بعد كده هيروح راجع داخل ايه. بصوا بصوا شكل الغرزه هتبقى عامل ازاي، ايه وبعد الايه هيروح طالع من اتنين. اتنين ايوه، وبعد كده واحد وهيروح عامل النوت. دي النير فور فور نير. بصوا شباب انتوا اخدتوا بالكم من الانفيرجن، هيبان قدام، هيبان واحنا شغالين في اللامبرت والكانل والكاشي. طيب بعد كده عندي الفار فار نير نير. قلنا الفار يعني ايه؟ يعني الايه هي ابعد نقطه عن الوند ايج، والفار الثانيه اللي هي البي ابعد نقطه برضو عن الوند ايتش يبقى اي بي. بعد كده النير ايه اقرب نقطه؟ هي الواحد، فهيروح داخل اي بي وبعد كده يروح راجع واحد وبعد كده اثنين ويروح عامل العقده بتاعته. اي بي بعد كده واحد بعد كده اثنين عامل العقده. بعد كده احنا دي احنا قلناها. بعد كده اللامبرت. اللامبرت احنا قلنا اللامبرت احنا بنشتغلها على التو سيكونس، فبالتالي انا هفتح في ايه؟ في نمبر 3. تمام. اللامبرت بتعمل ازاي؟ انا بعمل الاول العقده بتاعتي وبعد كده بخش ايه 1 2 بي وبعد كده بفضل مكمل. تاني يا دكتور اللامبرت. لامبرت احنا بنعمل ايه؟ بنخش A 1 بعد كده 2 B وبعد كده بنقعد بقى شغالين C 3 D 4 D
زي ما شفناها. احنا قلنا اللامبرت من الـ من الستشز اللي بتعمل يا شباب تعمل انفيرشن بجوه انفيرشن هنشوف بقى احنا الانفيرشن ده شكله عامل ازاي. بصوا شباب انا بشد يعني بتشد الستيتش مع بعض. بصوا حصل ايه، حصل ان التو ايجز نزلت لجوه. تمام. بعد كده الكاشنج، احنا قلنا الكاشنج وانا شغالها باخد ثلاث طبقات، يعني النيدل ما بتعديش لتحت. يعني وانا شغالها التكنيك بتاعها ببقى شغالها على الثلاث طبقات، والكونل بتبقى على الاربع طبقات. بعمل اول العقده بتاعتي، العقده الاولانيه، بعد كده ببتدي اخش واحد ثلاثه، يعني بيربنديكولر، يعني هي تشبه بالظبط اللامبرت بس بيربنديكولر مش بارلل. سوري بارلل مش بيربنديكولر، انا اسف، العكس. يعني هنا اخش واحد ثلاثة. أربعة ستة. بعد كده خمسة ايه؟ خمسة سبعة. وهكذا. شباب النوت تايب بتتربط ازاي؟ بربط الثريد على النيدل هولدر مرتين، وبعد كده بروح ماسكه ماسك الاند ايدج الثانيه واروح شاددها. عايز اعيدها لكم تاني عشان نبص عليها تاني الحته دي. بصوا كده، نبص عليها تاني. لفيت لفتين على النيدل هولدر، رحت واخد التيب الثانيه ورابط شادد وهكذا. لا انا شغال مونو فيلمنت، المفروض ان انا من يعني اقل حاجه اثنين. لو شغال مالتي فيلمنت ممكن اكمل مره مرتين. يا دكتور، هو ممكن حضرتك تبعت لنا الفيديوهات دي مثلا على تشانل التليجرام واحنا نبقى نشوفها، لان الفيديو عن طريق الزوم بيقطع، فاحنا مش قادرين نتابع ايد السيرجن وهو بيخيط. لا مفيش مشكله، هبعت لكم الفيديوهات على الفيديو عند فيس زوم. فهو بيبان ان هو مقطع ومش مكمل ورا بعضه تتابع الصور، فاحنا مش عارفين نتابع ايده وهو بيتحرك. انا هبعت لكم الفيديوهات، هبعتها للدكتور محمد. دكتور محمد سامعني صح؟ ايه دكتور سامع، هبعتها لحضرتك يا دكتور. حضرتك تبعتها. هي على فكره هي الى حد ما مقبوله، هي طبعا بطيئه شويه زي ما الدكتور محمود بيقول، بس هو يعني مقبوله. يعني انا رايي ان الناس تكمل وتتابع حتى بعد كده، لو في عشان لو في اي ملاحظات او حد عنده استفسارات يسال حضرتك عليها او يعمل ديسكشن مع الزملاء. تمام، فنكمل. بس انما كده كده الماده العلميه، يعني دكتور محمد جابر ما تاخرش عننا،
بعتها امبارح وقال لك النهارده هيبعتها، مفيش اي مشاكل، فهنكمل عادي دكتور محمد، واللي عنده استفسارات برضو يبقى احنا مع بعض فاتحين للناس كلها، ويعني مفيش اي مشاكل. تمام يا دكتور. احنا خلاص شباب قربنا خلاص، يعني الغرزه اللي جايه دي هي اخر غرزه واهم غرزه كمان، يعني الغرزه اللي جايه دي هي السبكوتيكولر، دي الغرزه التجميليه الوحيده اللي احنا هناخدها. فده اخر فيديو معانا، انا عايزكم بس تركزوا فيه شويه، لان هيبين احنا بنعمل على السوتشر ترينر احنا بنفتح ازاي وبنشتغل ازاي. فده ان شاء الله اخر فيديو معانا، وبعد كده بقى هيبقى فيه الكويز، مش عارف الناس جاهزه ولا لا، بس يعني نتفرج على الفيديو الاول بعد كده نتكلم. بصوا شباب، هنا في السبكوتيكولر احنا بنشتغل في تاني ستيج، فين؟ في البيجيننج ستيج، بنفتح في رقم 2. فبالتالي بقى لما بفتح بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي زي ما انا شايف كده الخطوط اللي بالعرض واللايرز بتاعه السكين انا شايفها من جوه. ببتدي اثبت الاول الغرزه التثبيتيه بتاعتي اللي هي الغرزه الاولانيه، وبعد كده ببتدي ان انا اخش في السكين بارلل. هنشوف ازاي. بصوا شباب، هيخش منين؟ دي كده بارلل. دخلت منين كده؟ انا داخل هنا من 1 لـ3. حد يقول لي دي من على الشمال، ما دخلش من على اليمين ليه؟ قلت من على، انا ممكن اخش من تحت، انا ممكن ابتدي الغرزه من تحت. زي ما قلنا ان الفيرست بوينت بتاعتي هي الواحد ايا كانت، فانا كده يبقى انا دخلت 1 3، بعد كده اخش 4 6، هتمشي كده زي ما بيقولوا كده، هي زي السوسته في الاخر. حتى لما هنشوف شكل الجراسبنج بتاع الثريد في الاخر، هتحس ان هو فعلا كاني بقفل سوسته. شباب النيدل بتخش فين؟ انا بعيد عن السكين خالص، يعني الوند ايدج من بره ما فيهاش ولا بوينت، كله من جوه. طبعا انا لو شغال على تاول مش هقدر اعمل كده، مفيش اللايرز دي. ممكن لو شغال على سفنج ممكن اقدر اوصل لحاجه زي كده، لو سفنج يعني بسمك معين اقدر اوصل بكده ان انا اقدر افتحه وابتدي اشتغل من جوه. بس طبعا مش هديك نفس الرياليستيك ان انت زي ما قلنا كده البريشر والسترينث بتاعت السكن. بصوا شباب، انا عايزكم من اول هنا. بصوا كده، بصوا انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هشد الخيط. انا بشد الخيط، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الايدجز جت على بعض، ورغم كده انا مش باين عندي اي خيط. بصوا الجرح اتقفل خالص ومش باين عندي اي خيط. طبعا انا بكملها طبعا للاخر، بس انا عشان الفيديو ما يبقاش طويل فاحنا عملناها جزء كده، وحبينا ان احنا نوري لما بنشد الـ 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 الخيط بتاع الخياطه بيبقى شكل المنتج بيبقى عامل ازاي. طبعا في الاخر بروح عامل الغرزه التثبيتيه الثانيه، ولما باجي بفك بروح جاي عند الحته دي كده قاطع، والناحيه الثانيه قاطع وراح شده. لو انا شغال ب بنون ابسوربل، لو ابسوربل طبعا هي خلاص بتبقى ممتصه وخلاص ما بيبقاش في اي مشكله. بعد كده عندنا الكويز. الكويز هيبقى يعني هو على جوجل، انا هبعت لكم اللينك. الدكتور محمد سامعني معاك يا دكتور؟ انا هبعت لدكتور محمد اللينك لحضرتك على بس عندي كام سؤال كده. اتفضل يا دكتور. هي الكوست بتاعت السوشيال تريننج دي قد ايه تقريبا؟
الباد دي نفسها؟ بص هو الـ يعني الكوست، احنا الفكره مش في الكوست، الفكره في الافيلابيلتي بالظبط كده. فالكوست يعني ان شاء الله الكوست بتاعتها مش كبيره خالص يعني. الفكره بس في الكوست دي بتبقى في الادوات، يعني الادوات بتاعتها للاسف بتبقى غاليه. يعني الادوات اللي هي ايه بالظبط؟ نيدل هولدر مع السيزورز مع السكالبل مع الحاجات دي كلها، الحاجات دي عشان الحاجات دي مستورده من بره بتبقى غاليه جدا. انما النيدل الباد نفسها يعني حاجه وزن رينج خالص، يعني حاجه لا تذكر. بس احنا تقريبا كام للاسف ما بقالنا كتير ما عملناش دفعات منها، بس يعني بتتكلم. هو انتوا بتصنعوها يا دكتور؟ انت دلوقتي بتصنعها؟ هي بتتصنع هنا في مصر؟ بنصنعها في مصر طبعا. طيب كويس. طب وليه ما مش موجود، ليه ما بتتعملش دلوقتي؟ والله احنا الهدف بتاعنا زي ما قلت لك يا دكتور ان احنا عايزين نوصل ان الحاجات دي تبقى متوفره في الجامعات ذات نفسها. يعني احنا اللي يهمنا في الموضوع ده طبعا، ده المفروض طبعا، ان 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 اولا التكنيك ذات نفسه يبتدي ان هو يدرس. دي نقطه انا عايز اقول لك، في جامعات هنا في مصر اوريدي ابتدت تدرسه، بس للاسف في جامعات تانية ما لسه ما طبقتوش. يعني انا عايز اقول لك احنا اوريدي يعني البحث منشور في جامعه اسكندريه، ومثلا وفي حاليا جامعه اسيوط بتطبقه، جامعه اعتقد كفر الشيخ كمان بتطبقه، بس جامعه اسكندريه اللي اتنشر فيها البحث لحد دلوقتي ما طبقتوش. فاحنا اللي عايزين نوصل ان البحث هي دكتور هتيجي تدريجي، هي هتيجي تدريجي. يعني الاول لازم نوفر السوتشر تريدنج ده كماتيريال وكباد وكادوات وكده، يعني لان هي دي حاجه استهلاكيه. انا شايف يعني ده كورس واحد ممكن يعني 50 60 سوتشر تريدنج بالظبط. يعني كل واحد هيبقى معاه واحده او اتنين عشان يتعلم عليها الديفرنت سوتشرز وكده. تاني حاجه في منها ليفل احترافي، فيعني هي لو وزن رينج فعلا تتعمل كورسز تتوفر، وبس يعني لو الكوست بتاعتها مقبوله جدا ممكن كمان في النقابه او في نقابه اسكندريه او النقابات الفرعيه وكده ممكن تتوفر في المركز العلمي، بحيث ان يبقى كورس ثابت كل شهر مثلا مره او كل شهر مرتين، ان احنا بنتعلم السوتشرينج ويبقى كله عملي. يعني هيبقى فعلا يوم نظري زي ما احنا اتكلمنا امبارح كده واول وبدايه النهارده، ويبقى بقيه الكورس كله عملي. الناس يبقى معاها ادواتها، كل واحد يبقى جايب ادواته، واحنا بس هنوفر لهم الباد دي خلاص، بحيث ان هم يتمرنوا عليها يقدروا مثلا على مدار اسبوع يعني هيخرجوا من الاسبوع يعني يعني يقدروا يعملوا كل انواع السوتشرز. ده في اعتقادي يعني او رؤيتي ان انا اشتغلت حاجات زي كده. تعمل الحاجه طلق جديد بدل الناس ما بدك حريم. يعني انا زي الواعي والله. ايوه انميوت صح كده. لا هو في تقريبا حد مداخله من الخارج بس ماشي تمام. فكره كويسه. وعلى انا عايز اقول لك يعني لو البدايه هتكون ان احنا نوفر البادز نفسها، ان الناس تتدرب عليها وتبقى موجوده كبراكتيكال عملي. انا بقول لك كنا بنوفر عينات جلد حيه جابها لنا الدكتور فوزي النادي عشان الناس تشتغل عليها سوتشرينج. دكتور فوزي على عينات طبعا استاذنا كلنا يعني في التشريح. جاب لنا عينات جلد. انا عايز اقول لك يا دكتور ان الدكتور فوزي النادي عارف السوتشر ترينر وعارف السوتشر كودنج. انا عايز اقول لك كان من اول الناس اللي احنا خدنا رايه في، يعني لو سالته هتلاقيه عارف الكلام ده، احنا كلمناه عنه. طب كويس 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 مفيش مشكله. يعني انا بس عايز حابب حتى بعد السيشن تتواصل معايا كده نعرف الكوست بتاع قد ايه. طبعا مش اليومين دول، ممكن بعد الامتحانات كده بتاعت الزملاء لو نقدر نوفر منها جزء نوفر بحيث ان الناس تستفيد. هو الهدف فعلا اللي احنا محتاجين، يمكن دي نقطه مهمه حضرتك قلتها. انا شايف ان الهدف الاساسي فعلا في السوتشر كودينج والسوتشر ترينر، ان الفكره مش مجرد بس تبقى في صوره الكورسز اللي احنا بنديها سواء في النقابات او في المؤسسات. انا شايف ان الكليه هي فعلا المكان الاولى ان هو فعلا يوصل له حاجه زي كده. وحاجه اعتقد الناس اللي حاضره معانا ممكن يعني نسمع رايها. هل انتوا شايفين الكورس فعلا فرق؟ يعني هل الناس شايفه ان فعلا الكورس لو هو مثلا كان عنده الانفورميشن بنسبه مثلا، فنفترض مثلا ان هو عنده بنسبه 60%، بعد الكورس بقت عنده بنسبه كام في الميه؟ هل فعلا الموضوع فرق مع الناس ولا احنا يعني الموضوع مش لدرجه ان هو يرتقي ان احنا ممكن نطبقه؟
لا ده في اجماع يا دكتور على الشات، الناس كلها بيقولوا فرق فرق جدا، الدنيا بقت واضحه وسهله، كنا محتاجينها في الكليه، كنا محتاجين التكنيك. ف لا طبعا الموضوع فعلا زي ما اتكلمت مع حضرتك حتى قبل ما نبدا الكورس، الموضوع شيق ويعني وحلو، يعني ان هو الناس تتدرب. دكتوره ده في دكاتره كمان ما خدتش جراحه اصلا وبدات تفهم سوتشرين، يعني ده كويس جدا. فانا بكلمك بقى، تخيل احنا وفرنا في اماكننا، و يعني برضو الكليات واحنا على قد ما هنقدر. انا مع حضرتك، انا احنا اكيد هنتواصل على الموضوع ده، وانا على قد ما هنقدر هيبقى الموضوع يعني لو هنقدر نوفره كمان وزود اني كوست احنا هنعمل كده فعلا، لان الهدف الاساسي ان احنا يعني الناس فعلا تتعلم. انا نفسي ان الناس فعلا يعني حاجه زي كده فعلا الناس لو خدتها وتعلمت عليها وتطبق ده بعدين، ده هو ده الهدف يعني، دي وجهه نظري. فما فيش مشكله، انا اتواصل نشوف الموضوع ممكن يتعمل ازاي، وكده كده ان شاء الله. لا انا بكلمك ان الجامعات عندهم من الروتين، واحنا معانا طبعا اكيد اساتذه جامعات حاضرين ومعيدين وكده، بيبقى عندهم من الروتين اكتر شويه من النقابات. النقابات ممكن يعني بكلمك برضو عن خبره شويه، لان انا مسكت المدير المركز العلمي للنقابه سنتين. فبصراحه كنا بنوفر تولز، يمكن وفرنا ماتيريالز وتولز يمكن مش موجوده في جامعات، زي مثلا الكلب اللي بيبقى فيه الهارت بيت وتسمع فيه نورمال ساوندز والابنورمال ساوندز وكده. لو حد عايز يتكلم يا جماعه يتكلم، هو انا مش عايز اتكلم كتير. لو حد عنده ملحوظه او حد عايز يقول حاجه، دكتور محمود انت عايز تقول حاجه؟ انا كنت عايز اقول، طب انا هقول حاجه. هو انا عايز اقول للدكتور يعني، هو الشغل ده بصراحه يعني انا بقول لك ان الشغل ده هيبقى هو ده مستقبل تعليم السوتشرز في مصر وممكن في العالم كله بعد كده. يعني بدل ما هيبقى الشغل على حالات او كده، هيبقى بنفس التكنيك ده. يعني انا بتمنى ان هو يتم تدريسه في كل كليات مصر مثلا، وبدل مثلا بنشتغل على حيوانات حيه وبيبقى في ضرر للحيوانات ان احنا بنخدرها وبنعمل عليها سويتشرينج وجروح ملهاش لازمه، ان احنا بنستخدم الفات ده. اتخرجت يا محمود ولا لسه؟ ايه؟ اتخرجت خريج ولا طالب؟ رايح سنه ثالثه. وكمان يعني بقول رايح ثالثه، يعني ما خدتش جراحه لسه. لا لسه، وبعدين فهمت يعني كونسبت كتيره جدا من الكورس ده في الجراحه، انا لسه ما خدتش جراحه اصلا. ف يعني دي نقله تاني في علم الجراحه يعني. ف يعني مجهود جميل جدا وفكره جميله جدا، وانا يعني مبهور بيها من امبارح. بس هي حلوه جدا ما شاء الله يعني، ربنا يكرمه. شكرا يا محمود. ايفون تفضلي. ايفون طيب، خلينا نتكلم عن الكويز يا دكتور محمد. انا يعني ايه المطلوب بالظبط من الزملاء؟ بص يا دكتور، هو اللي هيبقى لينك يا شباب، اللينك انا هبعته للدكتور محمود، الدكتور محمد هيبعته لكم يا شباب. هيبقى لينك كده هتخش عليه، هتلاقي نفسك بتكتب ميل، ده الميل بتاعك اللي انت بتسجل بيه وبتبتدي تحل. هم بالظبط 10 اسئله مالتيبل تشويس، يعني بتبتدي تختار بقى الاجابات. وزي ما قلنا امبارح ان شاء الله، يعني باذن الله اتمنى الناس كلها تحل صح، بس ان شاء الله هناخد اسرع ثلاثة. يعني اول ثلاثة ميل، اول ثلاثة يظهروا لك في الشيت، يظهروا ان هم دول اول ناس حلت صح. ان شاء الله دول هنبعت لهم سوتشر ترينر بالادوات كمان، يعني مش البيت بس، هنبعتها له بالادوات. دكتور ممكن تكتبونا مراجعة شوية؟ لا مفيش وقت للمراجعة يا دكتورة، وقت المراجعة خلص. اللي ذاكر الغرز دخلت في بعض والله يا دكتور. مفيش وقت للمراجعة، لا احنا عايزين اسرع ثلاثة خلاص. هو اصل احنا لو استنينا شوية مش هنلاقي الناس اللي موجودة، حضرتك فاهماني؟ يعني لازم هنبعت اللينك، يعني دكتور محمد هيبعتها لي او يبعته على الشات دلوقتي على طول. خليك معايا يا دكتور، هبعته حالا. ثواني ماشي، ثواني يا شباب، احنا هنبعت اللينك على الشات هنا يا دكاترة.
فكلكم خليكم فاتحين الشات بقى عشان خاطر ايه ما حدش يكون. انا بعته على الـ على الـ على الواتساب. انا هبعته على الشات بتاع الـ بتاع الزوم. تمام. يا ريت الدكاتره كلها يعني بالظبط كمان دقيقه او كمان يعني لا هم براحتهم يعني. لا انا كده كده هاخد اول ثلاثه اصل هو اختبار سرعه. دكتوره شيماء اتفضلي. دكتوره شيماء احنا مش سامعينك يا دكتور. دكتوره يمنى انت فاتحه المايك عايز تقولي حاجه؟ دكتور كنت عايز اسال الدكتور محمد حاجه. اتفضلي. دكتور معلش من البدايه خالص يعني امتى اقول ان الجرح ده محتاج سوتشر وامتى اقول ان هو مش محتاج؟ يعني من اول ما الحاله بتيجي يعني مجرد ما ابص كده يعني اقول ده محتاج خياطه ده لا مش محتاج بعيد عن الكونتامينيشن يعني. والله دكتور على حسب شكل على حسب شكل الجرح يعني. الجرح لما بيبقى عميق وحجمه كبير فبالتالي ده انا ببقى شايف ان انا محتاج ان انا اديله غرزه محتاج ان هو يتخيط. دي بتبقى حاجه تقديريه. وعايز اقول لحضرتك حاجه ممكن الجرح اللي انا شايفه ان هو يتخيط حد تاني شايفه ان هو ما يتخيطش وهسيبه وهيتعمل له هيلنج بالسكندري انتنشن وخلاص على حسب كمان مكانه يعني. فلنفترض مثلا انا عندي جرح مثلا طوله مثلا سنتي بس الجرح ده موجود في ايدي واحد تاني عنده نفس الجرح بس موجود مثلا في الايبر مثلا فوق الحاجب تمام. طيب انا ممكن اسيب اللي في ايدي ده وما اعملوش اي حاجه مجرد بس ان انا اروح يعني اقفله واعمل له دريسنج واقفله هو يحصل له هيلنج بالسكند انتنشن هو عادي هيطلع وممكن يسيب سكار وممكن مع الوقت استخدم اي كريمات تضيع السكار تيشو دي ما يبقاش باين او ممكن يروح خالص كمان. انما لو انا نفس الجرح ده بس موجود في مكان سنسيتيف فانا بالتالي هبقى محتاج ان انا اخيطه لان انا لو سبته هيعمل لي سكار في وشي ودي مشكله. فهي الموضوع كله بيبقى موضوع تقديري. يعني ايه يا شباب انا عايز اقول لكم حاجه برضو مهمه كويس ان الدكتوره اتكلمت في الموضوع ده. الجراحه يا شباب مش علم يدرس. الجراحه اجتهاد في كله. يعني ايه يعني التكنيكس حتى بتاعه العمليات في دكاتره بيبقى ليها تكنيك مختلف تماما عن دكاتره كتير في نفس الانديكيشن. يعني انا ممكن بعمل مثلا عمليه يعني ممكن سيزيريان سيكشن مثلا في دكتور بيتبع سيستم ان هو مثلا هيفتح في المكان الفلاني وهيفتح الفتحه طولها كذا وهيطلع الجنين كذا وهيقفل بالسوتشر ماتيريال والسوتشر باترن الفلانيه. في واحد تاني لا انا مش هفتح من هنا خالص انا هفتح من مكان تاني خالص وبرضه هعمل نفس الوظيفه وهغير شكل السوتشر باترن. اللي انا عايز اوصله ان كتب الجراحه كتير تكنيكس كتير. انت ممكن انت شخصيا وانت شغال تلاقي نفسك انت بتعمل تكنيكس جديده محدش اشتغلها قبل كده وبتبقى ناجحه. فاللي انا عايز اقوله ان الموضوع كله هو موضوع اجتهادي. الطب عامه سواء جراحه او غير جراحه هو اجتهاد. انت بتجتهد بتقرا كتير بتشوف تكنيكس كتير انت مع الاكسبيرينس بعد كده بتبقى عارف امتى انا الجرح ده انا محتاج اخيطه امتى الجرح ده انا مش محتاج اخيطه امتى الكيس دي انا محتاج انتراكت معاها واخش احاول ان انا اعالج فيها وامتى الكيس دي اقول ان هي هوبليس كيس ومش هتعامل معاها. كل ده بيجي بالتدريج. بس احنا لو هناخد الاوت لاينز والحاجات الهيدلاينز سوري الحاجات الهايلايتس هنتكلم ان انا دلوقتي عندي جرح. الجرح ده عميق الايدجز بتاعته للاسف مش بتيجي على بعض يعني الايدجز مش قريبه من بعض لا الايدجز في مسافه ما بينها فبالتالي انا محتاج اقرب الايدجز دي من بعض علشان اقلل الجاب اللي ما بينها فبالتالي الجرح ده انا محتاج اخيطه. غير كده لو المكان مش محتاج ان هو يتعمل له خياطه والمكان الحجم الجرح صغير او انا شايفه من وجهه نظري ان هو مش مستاهل انا مش محتاج ان انا اتعامل معاه. وطبعا كله انت حضرتك بتحسبيه كوست بنفيت ريشيو يعني هل انا استاهل ان انا اخيط الجزء ده وازود كوست عليه لو انا مثلا بشتغل في سبيشيز معينه ولا ان انا اسيبه. يعني انا مثلا انا متذكر ان احنا مثلا في عمليات لو اتكلمنا على الكاستريشن لما بنعمل كاستريشن في الشيب ما بنقفلش الجرح اساسا فهو بيتساب كده هو بيتعمل له هيلينج مع نفسه. وفي حالات تانية لا يعني لو اشتغلت بيتس في حالات انا لازم اقفل الجرح وفي تكنيكس لازم استخدمها ممكن هل هفتح هنا ولا هفتح فين. فهي الفكره كلها تقديريا وفاريشن ما بين السبيشيز وبعضها. تمام يا دكتور تمام شكرا يا دكتور.
تمام. دكتورة شيماء مشكلتك اتحلت؟ عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، شكرا جدا الصراحة على السيشن ده. انا لسه داخلة سنة رابعة بس ما خدتش جراحة، بس فعلا استفدت جدا يعني، ويا ريت حضرتك توفر لنا البيت دي. ان شاء الله انا هتكلم مع الدكتور محمد وهنحاول على قد ما نقدر، يعني الموضوع فعلا يستاهل ان احنا نعممه، مش بس زي ممتع ما اكتر يعني. هو يعني عارفه المشكله برضو يمكن الدكتور محمد اتكلم فيها، بس يعني عديناها بسرعه. موضوع الروتين دكتور محمد اكيد ادرى مني بالموضوع ده، ان الاماكن دي الروتين فيها بيبقى صعب، وان احنا نقنع الناس الكبيره. يعني انا لسه كنت بحكي لكم ان الموضوع في جامعات مطبقه هنا، وفي ناس بره. انا عايز اقول لك يعني في ناس من بره، في دكاتره من بره كانت بتبعت لي ميلز بتسال على التكنيك ده وازاي نقدر نطبقه. الكلام ده بره مصر يعني، فالناس ما حدش دعاك تطلع يا دكتور بره مصر تتكلم عنه؟ والله يا دكتور اتبعت لي كتير انفيتيشنز في مؤتمرات، بس انت مؤتمرات بس حضرتك فاهم طبعا يعني، هو الانفيتيشن لوحديها كفايه، بس طبعا هو سفر اطلع انفيتيشن يعني بصراحه بتبقى ليك انت حسابات مختلفه طبعا يعني. صحيح حضرتك فاهمني. بس يا دكتور يعني بعد اذن حضرتك، لو وفرتوها حتى لينا كطلبه مش كجامعه يعني، احنا نشتغل عليها اونلاين او ان احنا نعملها كتجربه في البيت ان شاء الله يا دكتور. مش هو ده طبعا كويس، بس الافضل ان هي تبقى عن طريق يعني حاجه ترعاها. فاهمني يا دكتوره؟ يعني احنا دلوقتي 120 130 واحد حضروا الكورس، عندنا كل سنه قولي 200 واحد، امبارح كان في 240 250، ختمنا النهارده ب 100 اللي هم مكملين. يبقى دول اللي انا بتكلم ان هم يعتبروا حضروا الكورس للاخر، دول اللي فعلا اهتموا وحضروا للاخر. ال 100 ممكن يعرفوا الناس، انما لما تبقى في كليه او جامعه او نقابه بترعى الموضوع، الموضوع هيختلف، هيبقى في عندنا 6000 او 5000 خريج في كل سنه بالظبط. فلا لازم يبقى فيها هيئه اكبر شويه، انما قصه الاونلاين مش هي الحل، لا لازم تبقى في هيئه تعليميه او تدريبيه كبيره بترعى الموضوع بطريقه منظمه عن طريق ندوات مستمره شهريه او نص شهريه مع الدكتور محمد والجروب بتاعه او التيم بتاعه اللي شغالين معاه. يبقى احنا كده نقدر نقول ان لا كده الفكره وصلت، انما احنا النهارده اتعلمنا وتحمسنا وكل حاجه، انما لو ما فيش هيئه كبيره زي ما الدكتور محمد بيتكلم، لا الموضوع مش هيستمر، لا لازم يستمر بطريقه يعني اكثر تنظيما يعني. بالظبط اكيد. لو حضرتك كمان قدرت تتواصل مع دكاتره جامعتنا، انا جامعه جنوب الوادي عن نفسي، الدكاتره بتوع الجامعه اكيد ما حدش فيهم هيرفض حاجة تساعد الطلبة. تمام روتين وكل حاجة، بس هي هتبقى حاجة جديدة، والفكرة كمان بتشغل المخ أكتر يعني. أنا بحس إن هي فكرة رياضية أكتر ما هي فكرة. هو أكيد الدكتور محمد كان ليه في الجيمز والألعاب وكده أو في الكودينج الكمبيوترز مثلا. هي الفكرة، أنا مؤمن دايما إن أساس العلوم هو الرياضة. يعني الرياضة لو تقدر عايز تثبتها فأنت لازم تثبتها بقانون رياضي. فأي حاجة لو حولناها للرياضة لأرقام أعتقد إن أنت ممكن تطلع منها أسرار، وهو ده اللي احنا عملناه في السوشيال. حولناها لأرقام. وبرضو يمكن الناس امبارح تاهت مني لما اتكلمت على موضوع البروبابيليتي ثيوري. ما احنا قفلنا ساعتها على طول. بالظبط. الفكره يا شباب ان لما جينا طبقنا نظريه الاحتمالات زي ما قلت لكم، احنا طلعنا الغرز اللي اوريدي موجوده، بس ده يديني انديكيشن لايه تاني بقى. مين كده ممكن يعني يبقى عنده كده الفراسه يقول لنا ايه تاني ممكن استفيده بموضوع البروبابيلتي ثيوري ده؟ يعني انا دلوقتي عملت نظريه احتمالات وطلعت ان انا في غرز اوريدي الاكواد بتاعتها موجوده وهي اوريدي بتستخدم وطالعه في الجداول اللي احنا طلعناها بنظريه الاحتمالات. طب ايه الجانب الثاني بقى؟ الجانب الثاني ان احنا بما ان في غرز اوريدي موجوده والكود بتاعها موجود في النتائج اللي احنا طلعناها، يبقى معنى كده ان في اكواد موجوده في النتائج تنفع تبقى غرز في المستقبل. كان نوع غرز جديدة يعني. فاهمين قصدي؟ فاهمين الموضوع جاي منين؟ يعني بما ان انا القانون الرياضي اللي احنا طبقناه وطلعنا ده، هيبقى البحث الجاي بتاعك بقى يا دكتور محمد، شكلك شغال عليه. والله يا دكتور عايز اقول لك البحث ده بقاله 3 سنين وبرضه هرجع. ايوه محدش بيقتنع بالكلام اللي انا بقوله ده. معلش 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 طيب يا دكتور معلش بس هو سؤال. هو انا يعني عشان بس مش فاهمه الجراحه كماده علميه قوي لسه ما خدتهاش،
بس عايز اعرف او انا ازاي بختار نوع الغرزه على حسب الجرح اللي قدامي. انا في جرح قدامي اختار انهي غرزه بقى من الانواع دي كلها كتير. بصي هو كل احنا لما جينا اتكلمنا في الكورس احنا اتكلمنا ان في غرز سكين سوتشر. يعني ايه؟ يعني مثلا اللامبرت سوتشر دي انا ما ينفعش استخدمها على السكين صح، دي بتستخدم انترنال. فبالتالي انا دلوقتي جوه انا عايز استخدم غرزه جوه، فهل سوري انا دلوقتي على السكين هل ينفع استخدم اللامبرت؟ مش هينفع، يبقى دي غرزه انا مش هستخدمها. ايه اللي ممكن استخدمه في السكين؟ انا عندي انواع كتير، عندي سيمبل انترابتد، عندي الكروشيت، عندي سيمبل كونتينوس ممكن استخدمها اوتسايد السكين، عندي الهوريزونتال، عندي الفيرتيكال، عندي انواع كتير جدا من الغرز احنا ما قلناهاش كمان. يعني انا عايز اقول لك الغرز فيه اكتر من 300 400 غرزه موجوده في الكتب. انت حضرتك هو التجميليه يعني انا بصراحه ما اعرفش طب هي التجميليه ما فيش خالص غير الرننج طبعا في، بس اللي انا بتكلم فيه ايه؟ احنا اللي احنا بنستخدمه ايه؟ اللي احنا بنستخدمه السبكوتيكولر، ده الموست كومن يا دكتور. وحتى في الدكاتره يعني في الهيومن ميديسن الدكاتره التجميل السبكوتيكولر دي زي سيمبل انترابتد كده، دي حاجه مفرغ منها لازم بتتم استخدامها. هي الدكتوره فيروز عايزه توه عن الامتحان بس احنا مش هننسى. لا والله خالص انت عايزه توه، احنا الاستفاده مش فارق معايا والله بجد يعني السكه. لا عشان في دكتور محمد وعدنا بثلاثه هيكسبوا، بس احنا عايزين نسمع الدكتور مينا ولا او منا. طب تمام شكرا. اتفضل يا دكتور هناخد الاسئله دكتور مينا اتفضل. دكتور احب دكتور محمد اشكرك البرزنتيشن الرائعه دي، وكنت حابب اسالك يا دكتور دلوقتي لو في اي سوتشر عندي في السكان من بره لازم احط له بنداج ولا ممكن اسيبه مكشوف عادي في الهواء؟ وطبعا مع المتابعه بالتوبيكال انتبيوتيك سواء كان كريم او كان سبراي. ولو كان في غيار الغيار ده بيغير كل كام يوم. طب خلينا متفقين الاول، اولا على حسب الجرح ذات نفسه، يعني انت الجرح هو اللي بيحدد عليك هل انت محتاج تقفله ولا يعني تغطيه ببنداج ولا لا. النقطه الثانيه على حسب السبيشيز، يعني انت دلوقتي الكاتل يعني لو اتكلمنا على الكاتلز مثلا، الكاتل انا ما شفتش دكتور بيغطي ستيتش في كاتل مع ان المفروض ان هي تتغطى. تمام مش بيغطيها. المهم بالنسبه لي ان انا ابقى محافظ دايما على ان انا بطهر المكان ده ديلي، كل يوم انا بطهره بتدين وبحاول على قد ما اقدر ابعد عنه في البريسز والكونتامينيشنز اللي موجوده، اكيد هيجي عليه بس انا على قد ما بقدر بحاول ان انا اغطيه. طيب انا دلوقتي لو عندي الستيتش اللي انا عاملها مثلا عاملها في الفلانك ريجون، وعندي ستيتش تانية عاملها مثلا في منطقه في جنب القدر مثلا، اكيد اللي جنب القدر بتبقى اولى ان انا اغطيها عشان احاول على قد ما اقدر اقلل الكونتامينيشن. فعلى حسب كمان المكان، مع ان السبيشيز واحد بس على حسب مكان الغرزه لو هي معرضه اكتر للكونتامينيشن فالافضل ان انا اغطيها. انما الغيار انا وجهه نظري برضو انت المفروض دي اللي انت بتغير على الجرح، بس طبعا ما حدش بيعمل الكلام ده، خلينا متفقين ان الاونر يعني هو بيجيبك اساسا بتخيط، يعني انا عايز اقول لك بشوف دكاتره بتخيط بايديها. تمام. يعني في دكتور بيخيط بالنيدل بس، انت متخيل يعني ما فيش نيدل هولدر، بيخيط بايده. وبرضو انا مش هقول لك انا هعذره، بس انت متخيل لما بتيجي تشتغل براكتيكال السترينس بتاعه السكين بتبقى قويه لدرجه ان النيدل هولدر بيفلت من كتر ما انت بتضغط. ايوه السن ساعات بيتكسر وبيتني مع سمك الجلد. طبعا ده السن لازم يتني، انت الابره انا عايز اقول لك انت بتبقى شغال مثلا بكات اند نيدل كيرفد، بعد ما بتخلص بتبقى ستريت. ايوه حصل ده اكيد. فهي الفكره كلها زي ما قلت للدكتوره لما كان بتسال على ايه انواع الغرز اللي انا ممكن استخدمها في كل مكان، انا هرجع واقول لك برضو في كتاب حلو جدا اسمه موزلي ده كتاب جراحه مشهور جدا، يعني كتاب موزلي ده بيتكلم على بياخد كل عامل كل الجراحات مقسمها بارتيشنز. يعني ايه؟ يعني فلنفترض مثلا انا هعمل عمليه مثلا سباينج في مثلا في بيتش، تمام؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت في العمليه دي بتستخدم الانستيزيا عندك اوبشن نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، بيدولك بالديتيلز. لما بتيجي تفتح بسكالبل اللانسيت بتاعته مقاسها كذا. في الاخر خالص لما بتيجي تخيط بعد ما بتخلص العمليه بيديك اوبشن، يقول لك مثلا انسب مكان ان انت انسب غرزه تخيطها في المكان ده وفي العمليه دي هي مثلا بتبتدي بسيمبل كونتينوس وبتخلص مثلا بكذا. فاهم قصدي يا دكتور؟
ايوه تمام يا دكتور معاك. فانا وجهه نظري ان انا فلنفترض انا جاي لي عمليه زي دي، انا المفروض قبل العمليه بروح فاتح الجزء ده في الكتاب. على فكره الكتاب موجود اونلاين، ممكن تجيبه سوفت عادي ما فيهوش اي مشكله، يعني مش لازم يبقى عندك مطبوع. فانت بتفتح الكتاب بتراجع العمليه وبتختار السوتشر اللي دي الكتب الجديده، دي كتب المحترمه. انت فاهمني؟ انت بقى عايز تشتغل، انت عايز تشتغل بالنوع اللي بيريحك. يعني مثلا هرجع واقول لك مش كل الناس عارفه الانواع دي كلها، احنا قلناها علشان الناس تبقى عارفاها، بس يعني ناس كتير جدا مش عارفه كل الانواع دي. بس هل ده معناه ان انا ما اقدرش اشتغل؟ لا، انا عارف نوع او اثنين او ثلاثه في كل حاجه بقدر ان انا اشتغل بيه. انا مثلا واحد بيحب يشتغل بالسيمبل انتربتد، غرزه سهله جدا وبسيطه وبقدر ان انا افكها، بقدر ان انا اتحكم في السوتشر ماتيريالز بتاعتي، اقدر ان انا اعرف هل كلها طلعت ولا لا، وغرزه سهله جدا كل ما بقدر استخدمها بستخدمها. ايه اللي يخليني اعقد على نفسي واعمل فيرتيكال ولا اعمل مثلا نوع غرزه يخليني بقى ايه اقعد ده انا نسيت اعمل كذا او نسيت اعمل كذا؟ حضرتك فاهم قصدي ايه؟ انت ممكن بتستخدم الموست كومن سوتشرز اللي انت مرتاح لها وبتقدر تعملها وبتقدر تتقنها. انا عايز اقول لك في دكاتره يعني زي ما في دكتور البريسكريبشن بتاعته ثابته، يعني في دكتور تروح له عندي مثلا مغص بيكتب لك 1 2 3، بتروح له عندي مش عارف ايه بيكتب لك نفس ال 1 2 3. في دكتور هي حاجته ثابته، مع ان في ادويه كتير نزلت، بس هو خلاص هو انا ده بستخدمه ومريحني، هو دماغه متسطبة عليه وجاب نتائج معاه كويس. هو بيجيب من الآخر بالظبط كده، أنا النتائج دي أنا استخدمتها وعملت معانا خلاص. هو بيعمل كده نفس الكلام الفلانية في العملية الفلانية وتمام خلاص، مفيش مشكلة ما تغيرهاش ما دام أنت متقن. طيب احنا عشان ما نتأخرش على الزملاء أكتر من كده، دكتور محمد. دكتور محمد سامعني؟ دكتور مينا. ايوه دكتور معاك انا، بس هو دكتور محمد شكله عمل كونكشن فصل. بالظبط. طيب ماشي، انا بس عشان ما ناخرش عشان معانا برضو زملاء وزميلات متاخرين، هنبعت حالا لينك الكويز على الشات، كله بس يدخل على الشات وهنبعت لينك الكويز دلوقتي حالا. ويعني ان شاء الله باذن الله زي ما دكتور محمد قال اول ثلاثه هيكون لهم جوائز، فندخل على الشات دلوقتي وانا هبعت اللينك الكويز دلوقتي حالا. تمام يا دكتور، اتفضلوا كده. انا بعت اللينك، هنتكلم عن كل التفاصيل، بس انا هبعت لكم اللينك دلوقتي حالا عشان خاطر ناخد الاسئله. ده لينك الكويز اتبعت على الشات دلوقتي يا دكاتره. لو دكتور محمد معانا ولا خرج؟ دكتور محمد خرج خلاص. انا هنتظر برضو بعض من الوقت وهنشوف النظام مع دكتور محمد، اذا كنا هنعلن النهارده عن اللي هيكون موجود ولا نعلن بكره ان شاء الله.
دكتور محمد يحيى حاج فتح المايك في حاجة؟ الو محمد احنا موجودين. انا متاسف يا جماعه لتالت او رابع مره معلش للاسف النت النهارده عندي سيء بس انا معاكم. لا لا ما فيش مشكله خالص يا دكتور النت يعني الحمد لله معقول الدنيا كويسه يعني الدنيا كويسه وكده كده احنا كنا سايبين فتره من الهدوء كده للزملاء في الكويز بس انا كنت عايز اعرف من حضرتك هل نعلن النهارده على اللي هيكسب ولا بكرة؟ هي عشان لو كده نختم النهاردة ويبقى بكرة ان شاء الله حاجة تبلغني بان الناس بإيميلات الناس الزملاء اللي كسبوا تمام. او كده بس نعمل نتواصل معاهم الناس تحل وكده كده احنا خلاص حضرتك بعت لهم اللينك صح كده؟ انا بعت اللينك وخلاص هو يعني هو كده كده الترتيب بتاع الناس هيتبعت لي اوتوماتيك على على الايميل وبكرة ان شاء الله نتبلغ بمين نبلغ الزملاء في اول السيشن بتاع بكره او على جروب التليجرام لما برضو نتواصل مع بعض وبنشكر حضرتك طبعا دكتور محمد وهننتظر منك بقيه الداتا عشان نبعتها للزملاء وانما بصراحه نعم في ميتينجز تاني هتتعمل اكيد ان شاء الله يعني وقت ما الدكتور محمد يكون جاهز نعمل ميتينج تانيه. احنا بكره عندنا دكتور اسامه شديد بس ده في مجال الدواجن هنتكلم عن البايو سيكيورتي في المزارع الدواجن. الجراحة يعني ان شاء الله بإذن الله مجهزين لها سيشنز تانية مع الدكتور محمد ان شاء الله نقل لنا الشرف ان احنا نتواصل مع بعض ويكون لنا سيشن تانية في الفترة اللي جاية ومع بعض من الزملاء ان شاء الله يعني في برضو معنا الدكتور هيثم هيبقى في الفترة اللي جاية الدكتور هيثم فرغالي ان شاء الله في الفترة اللي جاية هيكون معنا في سيشن تانية ومعنا الدكتور محمد الصواف معنا من الزملاء ان شاء الله يعني باذن الله نقدم لكم مجموعه متنوعه من لو تعمل جدول تنظمنا فيه يعني النهارده في الدكتور محمد بكره في الدكتور محمد احنا بنعمل جدول يا دكتور بس هي الفكره ان احنا الجدول مش بيبقى يعني احنا ما نقدرش ننظم لشهر قدام طبعا حضرتك عارف ان دي بتبقى مرتبطه بسيشنز فبيبقى يعني ممكن قبلها باسبوعين او ثلاثه تابع بس على جروب التليجرام ان شاء الله باذن الله هتلاقي السيشنز دي يعني انا بكره عندي الدكتور اسامه دواجن وما عنديش حاجه تاني بعد كده المده اللي بعد العيد خلاص بعد كده بعد العيد بقى هنعلن ان شاء الله عن جدول المحاضرات اللي جايه ان شاء الله باذن الله بس فبشكر حضراتكم طبعا بشكر الزملاء اللي حضروا معانا بشكر الدكتور محمد جابر محاضرات شيقه جدا
على مدار اليومين. شكرا لك يا دكتور. والله يا حد بعت لي عشان. لا والله يا دكتور محمد بجد انا اتشرفت بيك. حضرتك من الناس الرائعه اللي عايزين يفيدوا زملائهم, ويعني بتكنيك مميز جدا جدا. لا بصراحه يعني محاضرتين ممتعين جدا. انا عن نفسي على الرغم ان مش مجالي خالص مجال الجراحه او البيت انيمالز او كده, انا شغال فود سيفتي, بس انا استمتعت جدا جدا بالسيشنز بتاعت اليومين اللي فاتوا دول. واستمتعت اكتر بالفكر, يعني انا دايما ببقى معجب بالفكر اكتر, يعني ان احنا نبقى عندنا الفكر ان احنا نعمل تكنيك جديد او كودينج جديد للسوتشرينج. هو السوتشرينج ده يعني يعتبر اهم حاجه في الجراحه يعني, او بيزكس بتاعت الجراحه بالظبط. فيعني انا بصراحه مستمتع جدا بالمحاضرتين عشان كده. فبشكر حضرتك طبعا على المبادره, بشكر زميلي وصديقي العزيز الدكتور محمد اشرف طبعا على التنظيم المستمر والشغل اللي هو بيعمله. في دكتوره ساره بتسالني سؤال, تقول لي انا خلصت بس تقريبا الايميل غلط, اعيده تاني. اعتقد عيدي يا دكتوره ساره, يعني عيدي الاكزام تاني واكتب الايميل صح. عشان هو لو ما نفعش يعني ممكن لو عيدت الميل وهو هيكون سجل الاي بي فهيتسجل بالايميل اللي انت كتبتيه غلط. فلو حضرتك من الناس انا هبعت لحضرتك يا دكتور محمد الايميلات الاول ثلاثه وحضرتك تشوف اسامي الناس عشان هيبعتوا لحضرتك العنوان. تمام. فان شاء الله بكره هبعت لحضرتك الثلاث اسماء. هو هيبقى ثلاث ايميلات بقى لانه مش بيجي لي اسماء, الناس بتسجل بالميل. الميل ماشي, هبعت لحضرتك الثلاث ايميلات, حضرتك تشوف الثلاث ايميلات دول بتوع مين. الدكتور محمد يحيى بيقول لي لينك الامتحان فين, انا بعته من بدري بس هبعته لك تاني يا دكتور محمد عشان لو ما كنتش شفته بعته دلوقتي تاني. دلوقتي ما هو نعم فضل. معلش, هو انا احنا بعد ما خلصنا في الفيو اكيوريسي دي الصح ولا اللي انا عملته؟ لا دي الاجابات الصح بقى, انت شوف انت اللي انت جاوبته هي الحاجات دي ولا لا. بالظبط. تمام. شكرا لحضرتك. لحضرتك وجزاك الله خير. احنا هنعلن يعني بس عشان ندي برضو بعض من الوقت للدكتور محمد ان هو يراجع الايميل بتاعه وكده, فهندي برضو يعني الناس اللي بتقول دلوقتي لا خلينا برضو يعني لما الدكتور محمد يبعت لي الاسماء انا هعلن عنها, او بالكتير قوي في لينك بكره ان شاء الله. بكره عندنا محاضره الساعه 9 برضو مع الدكتور اسامه, اول المحاضره هنعلن عن الناس اللي كسبت معانا في السيشن بتاعه النهارده يعني. ف مفيش مشكله, هو ما رضاش يدخل تاني. تقريبا انت عامله يا دكتور بحيث ان اللي يدخل مره ما يقدرش يدخل تاني كده, مش هينفع يحله مرتين. هو ما دام دخل خلاص تمام تمام يعني. حتى لو كده احنا هنبعت وان شاء الله باذن الله نشوف مين الايميلات اللي كسبت معانا ان شاء الله. تمام, بكرر شكري ليك يا دكتور محمد وشكرنا للزملاء الاعزاء. ان شاء الله ننزل لكم تسجيل المحاضره على اليوتيوب بعد ما نخلص على طول ان شاء الله, وان شاء الله بعد ما الدكتور محمد يبعت لنا الداتا هننزلها لكم على جروب التليجرام. بشكر حضراتكم, شكرا. طب دكتوره بتول اتفضلي قبل ما نختم. اتفضلي دكتوره احنا مش سامعين حاجه. دكتور انا بسال بس عن ميعاد الشهادات اذا امكن, ويا ريت معتمده ولا لا بعد اذن حضرتك. احنا الشهادات لسه ما اعلناش عنها, ان شاء الله هنعلن عن شهادات كل الكورسز بما فيهم كورس الوسافة وكل كورس اللي احنا عملناها, لان ده كان طلب من ناس كتير من زملائنا. هتبقى عليها فيتسون طبعا ان شاء الله, بس هتبقى باسم فيتسون لاين اكاديمي, هتبقى عليها ختم النقابة, وان شاء الله باذن الله هنعلن عنها في خلال يومين, وهنعمل الشيت اللي عايز يقدم عليها في خلال الفترة اللي جاية. التفاصيل كلها هيكتبها لكم الدكتور محمد اشرف على جروب التليجرام وعلى جروبس الواتساب. اصل على اساس ان في اختبار فهتبقى هنا اجتازت الاختبار, يعني على اساس ان هي مش هتبقى حضور. لا مش شرط الباقي حضور عادي, مفيش مشكله. في ناس طلبت شهادات حضور للدورات اللي فاتت, وهنا في اختبار, بس الاختبار ده مش مرتبط بالشهاده, ده مرتبط اكتر بالمسابقه اللي عملها الدكتور محمد جابر. فهل ممكن يعني اساس ان في اختبار ناخدها بانها اجتازت الاختبار ولا صعب؟ مفيش مشكله, ممكن برضو يعني. خلينا بس تفاصيل الشهادات لسه مش دلوقتي, لسه بننسق فيها بعض التفاصيل يعني.
فبس ان شاء الله الاكيد ان هو هيكون في شهادات الفتره اللي جايه. احنا شكرا. كنا موقفين الشهادات بس ان شاء الله في شهادات. شكرا لحضرتك. دكتوره بتول اتفضلي, انت كتبت سؤالك على الشات, المايك مش شغال, الدكتور يكتب لنا اسم الكتاب هنا في الشات. اللي مش في جروب الواتس يدخل جروب الواتس يعني, او يدخل جروب التليجرام, هبعت لكم لينك جروب الواتس والتليجرام بحيث ان احنا ندخل جروب الواتس والتليجرام. كتاب الكتاب يا دكتور اسمه موزلي صح؟ اه بالظبط كده, MOSLEY. انا طب انا عندي فكره حلوه, انا عندي نسخه سوفت هبعتها لك يا دكتور, تبعتها لهم برضه. طيب تمام تمام, يعني مدلعهم والله يا دكتور محمد بصراحه مش عارفين نعمل ايه اكتر من كده. ونتمنى لقاء تاني عن قريب باذن الله, سواء في نفس المجال او في مجال مختلف برضو. احنا معاك, واضح ان حضرتك من الناس المبدعين ويعني الناس السينكرز, يعني ان حضرتك بتفكر قبل ما تعمل اي حاجه. فيعني بصراحه احنا بنشكر حضرتك, شكرا جزيلا يا دكتور محمد على المحاضرتين الشيقتين جدا جدا جدا. والناس كلها بصراحه استفادت, وزي ما كنت بتكلم من احلى الفيدباك اللي جات لنا في الندوات اللي فاتت يعني. وهنتظر منك كل الداتا ان شاء الله. وبشكر حضرتك مره تانية ان شاء الله. بشكر كل زملائنا الاعزاء. بكره ان شاء الله عندنا محاضره مهمه في البولتري بايو سكيورتي, دكتور اسامه جديد باذن الله. هو بعد الامتحان خلصت. اتفضلي يا دكتوره. النظام ايه؟ انا طلعت ودخلت. ما فيش مشكلة, قلنا الدكتور محمد هيبعت لنا الثلاث ايميلات اللي هم صح, اللي هو جاوبوا كل اول ثلاث اجابات صح هيبعتهم لي على الايميل على الواتساب وانا هعلن عنه. طيب اوكي ماشي يا دكتور, مشكلة ذوقك. ماشي يا دكتور, وبالتوفيق ان شاء الله. لو هنزلهم على التليجرام اذا بيصير دكتور. هنزلهم على التليجرام دكتور. حضرتك من بره مصر؟ حضرتي من القدس. اهلا بيك. طب هنبعت لك الحاجة ازاي يا دكتور احمد؟ هنبعت لك الحاجة ازاي؟ اما طورت معين المهم الفكره. ماشي يا دكتور. تمام يا دكتور, لا نتشرف بيك وباهلنا في فلسطين كلهم ان شاء الله. اهلا بحضرتك. تسلم تسلم دكتور, شرف لينا وجودك معانا وكل زملائنا من كل الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضراتكم, واهلا وسهلا بيكم دايما معانا في الندوات الاونلاين. شكرا جزيلا لحضراتكم. اتفضلي يا دكتور. اخيرا المايك اشتغل. هو في امكانيه ان توفر تريننج باد في النقابات واحنا نشتريها زي ما بنشتري الكتب منها؟ اللي انا كنت بقوله للدكتور محمد دلوقتي ان احنا ازاي ده اللي انا كنت بتكلم مع الدكتور محمد فيه دلوقتي, ان احنا نوفر يعني انا بصراحه اول مره اسمع عن البادز دي النهارده. انا عن نفسي يبقى امانه بنسبه 80%. انا حد اتخرج واشتغل في الكارير بتاع البيتس متاخر, فالبادز دي هتفيد ناس كتير قوي. ان هي الجراحه انا في وجهه نظري هي سوتشر. احنا بنشوف العمليات يوتيوب سهله جدا, بس وانس ما بخش في السوتشر هو ده اللي بينجح العمليه او بيفشلها. ده انا وجهه نظري على فكره. انا معاكي يا دكتوره, وانا لسه كنت بتكلم, انا بقول لحضرتك انا اول مره اسمع عن البادز دي دلوقتي. واحنا بنجهز حتى المكان للتدريب بتاع النقابه كنا بنجيب عينات جلد حقيقيه, يعني انا ما كنتش اسمع بصراحه عن البادز دي خالص. فدلوقتي انا اتواصل مع الدكتور محمد ونحاول نوفرها حتى في النقابه العامه الفتره اللي جايه, بس يعني الدنيا تهدى شويه والانتخابات وكده, هنحاول نوفرها في النقابه العامه بحيث ان هنعمل دوره تدريبيه كل شهر خاصه بالسوتشرنج, بس تبقى هي الناس تشتغل بالبادز حتى هم يتحملوا ثمن البادز وييجوا يشتغلوا بايديهم السوتشرنج تكنيكس كلها. فان شاء الله يعني باذن الله هنسقها مع الدكتور محمد ان احنا ازاي نوفرها عن طريق النقابه. يعني هو هيبقى فيه ثلاثة بس اللي هيفوزوا بحاجه زي كده, فاحنا عايزين الناس اللي حضرت كورس اكيد كلهم عايزين ياخدوا البيت يعني, فممكن يتوفر بالظبط لغايه هتكلم معايا. والله هتكلم معايا لو نقدر نوفر جزء منها, نقدر نوفر جزء حتى لو كده نقدر نشوف ازاي لو في شركه شحن او حاجه توصلها للزملاء اللي حضروا معانا النهارده. حاضر, استفدنا 100% من الكورس. طبعا طبعا طبعا, لا انا معاكي انا معاكي, وفكره بصراحه فكره رائعه ان احنا نوفر حاجه زي كده. لا دي هتخلينا نقدر نتدرب مره واثنين وثلاثه واربعه, فلا فكره رائعه يعني. دكتور ميرسي لذوقك, ميرسي لدكتور محمد, ميرسي يا دكتوره شيماء, ميرسي لحضرتك. طيب بشكر حضراتكم. دكتور محمد تقريبا خرج,
فانا يعني هختم مع حضراتكم، وان شاء الله باذن الله هنعلن عن الناس اللي كسبت بكره. شكرا لحضراتكم جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ومع الف سلامه. شكرا، مع الف سلامه.